مساء الخير. ميل مسروق، ميل منهوب، ميل محول وميل مختفي. فجوة تقدر ب 71 مليار دولار بحسابات المركزة. اللبناني يلي حتى الحرب ما زلته عم ينزل قدام اقساط المدارس، قدام حساب المستشفيات، قدام فواتير الكهرباء والمي والتليفون. عم ينزل على محطات البنزين بالطوابير. عم ينزل بالسقعة وما في مازوت للتدفئة. عم ينزل مريض السرطان ومش عم بيلاقي الدواء. عم ينزل البي ليلاقي حليب لاولاده. بس بتعرفوا شو اكبر ذل عم نتعرض له؟ هو الاستخفاف يلي عم بيعملونا فيه. معقول؟ معقول جريمة بحجم سرقة لشعب بكامله ما بيتحقق فيها او بتتعرقل التحقيقات فيها؟ معقول كل هالمعاناة بدهم يمرقوها؟ معقول المكتب يلي رسم فيه مسار سرقتنا وافقارنا وتجويعنا وحتى قتلنا بدهم يقنعونا انه هو نفسه بيطلع منه الحل وبده مصلحتنا؟ الحل عنا، ببلش بالتدقيق الجنائي المالي يلي ببلش من مصرف لبنان وبيكمل على كل وزارات الدولة والصناديق والمرافق العامة يلي شكلت أبواب الهدر لبل السرقة. تدقيق الجنائي يلي كتار ناطرينه وأقلية بتعرف منيح شو هو ومرعوبة منه. مش جديد هالتعبير، أول مرة سمعنا فيه بالتسعينات، بس الكل طنش وقنعونا أنه ماشي الحال والليرة رح ترجع تحكي. بس طلع مش ماشي الحال، والليرة إذا رجعت حكيت فمش معروف شو رح تحكي عنهم. لازم الكل يعرف أنه ما في حدا فوق القانون، ولا أكبر من الحسين، ولا أهم من لبنان، وما بيصح إلا الصحيح، لأن نحن لبنان الآتي وهم لبنان الراحل. تكليف السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة من شأنها أن تبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الأجنبية. Lutte aussi contre l'opacité du système bancaire pour un audit transparent de la Banque centrale et du système bancaire.
بدها نوع من التحكيم الجديد، بدك نوع من بسموه قولي تحقيق كنترول، بسموه بالفرنسي كنترول فينانسي، يعني مراقبة مالية لمصروفات الدولة. مصور نانسي، مصور سينتيا، هاي الحلقة الثانية، الحلقة الثانية لملف رياض سلامة، وبظن من بعد اللي طرحناه بالحلقة الأولى صار في شيء كتير واضح، في حقيقة مثبتة إنه التدقيق الجنائي المالي لا يمكن الاستخفاف به، لأنه هو حاجة ضرورية لكشف هالسرقة اللي حلت بشعب بكامله، أثرت على الكل، ما في أطراف سياسية معينة تضررت منها، كل فئات الشعب صبتها، كل فئات الشعب خسرت أمواله وخسرت جنى عمره. مظبوط الياس، حاكم الانهيار بجزء الثاني، التدقيق الجنائي. ليش التدقيق الجنائي؟ لأنه المفتاح لكل شيء ممكن نكون عم نتساءل شو صاير فيه بالدولة اللبنانية. بيقولوا لنا بدنا نبلش من هيدي الوزارة، بدنا نبلش من هيدي المؤسسة، وين ما بدهم يبلشوا فيهم يبلشوا، بس عمليا والمنطق والحقيقة بتقول انه المفتاح لاي وزاره او مؤسسه هو مصرف لبنان، كون حسابات كل هاي الوزارات والمؤسسات موجوده بالمصرف المركزي. فاذا بدنا نفوت لحي الله مطرح بدنا نبلش من المصرف المركزي ونفوت لهونيك ونعرف. منشان هيك التدقيق الجنائي المالي هو اساسي، يعني ب 26 اذار 2020 لما اخذت الحكومه هيدا القرار، سمعنا قبل شوي الوزيره منال عبد الصمد كانت وزيره الاعلام بوقتها عم تتلي المقررات، اتخذ قرار بالتدقيق المالي المحاسبي والمالي الجنائي. المالي المحاسبي طبعا اساسي وضروري، بس هو بيبقى منه معمق قد التدقيق الجنائي. يعني المالي المحاسبي هو خلينا نقول الخطوه الاولى، بيجي من بعدها التدقيق الاشمل والاداء والمعمق اكثر بالتدقيق الجنائي حكما، خصوصا انه هو ملاحق رياض سلامه بثمان دول اوروبيه. وكمان لما نحن عم نجي نقول بدنا نعمل تدقيق جنائي، عم نجي نحن نقول بدنا نعرف هالميليشيات اللي حكمت بعد الحرب شو عملت بالادارات، شو عملت بالوزارات، وين راحت هالاموال، مين سبب بهالفجوه. فاذا هذا الشيء اكيد هن راح يرفضوه. وشفنا لما انه في شيء اتسم فيه كثير تدقيق الجنائي، انه من لما اقر دائما كان عم بيعاني من العرقله. صحيح، يعني دائما عم نشوف انه خيفانين منه يعني. وكمان ما فينا ننسى انه التدقيق الجنائي المالي هو شرط اساسي بالمفاوضات الدوليه وبالمبادره الفرنسيه يلي اليوم عم بيعول على صندوق النقد الدولي. ما فينا نحن نروح على صندوق الدولة بدون ما نكون نحن مارقين بالتدقيق الجنائي المالي بحسابات المصرف المركزي. مزبوط الياس. خلينا نقول ما بعرف ماذا بقي من المبادرة الفرنسية، هذا مش شأننا نحن. صحيح. ولكن إيمانويل ماكرون لما زار لبنان بأول مرة بعد انفجار مرفق بيروت بأربعة آب، أول مين تحدث عمليا بعد الرئيس عون عن مسألة التدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي، لبل تحدث أكثر عن إدارة جديدة في المصرف المركزي. وكلنا لازم نتذكر كمان أنه حكي كتير عن مرشح لفرنسا ليكون صح. بديل لرياض سلامة بحكمية مصرف لبنان. ولكن الأساس بيبقى لما نحن نحكي عن مفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي يلي مفترض خطة التعافي يقال أنه ما رح تمشي إلا عبر هالمحطتين، نحن بدنا نكون عارفين كتير أنه أحد الشروط الأساسية اللي حكيوا فيها مرارا وتكرارا صندوق النقد والبنك الدولي هو التدقيق الجنائي. كانت انت عم بتقول انه تعرض لعرقلة كتير. خلينا نذكر انه من أدار، من 26 أدار 2020 من بعدها بثلاث أشهر كان بعدنا تسويف ومماطلة لحد ما رجع رئيس عون طلب من وزير المال أنه بدنا نعرف، بدنا عقد مع شركة. وأول مرة كان الطرح هو شركة تكرار، وتم التحجج وقتها أنه هذه الشركة في عندها مكتب تمثيلي عند العدو الإسرائيلي. صحيح. إنما هذه كانت حجة لحتى هو عمليا كانوا عم يتغطوا وراها، لأنه هني عمليا ما بدهم تدقيق الجنائي من الأساس. مزبوط، مع العلم أنه كرول هي من أهم الشركات العالمية. هلأ ما هذا ما بيعني أنه ألفاريز منا شركة مهمة، ولكن كرول من أهم الشركات عالميا، ربما بتسبق كتير شركات. خلينا نكون عم نحكي هذا الموضوع. بس هيك أنا بتفهمهم صراحة، يعني اليوم يلي إجا استلم الحكم 30 سنة سرق ونهب وأهدر الأموال وحول مصاري لبرا، معقول يجي يسلم رقبته هيك بكل بساطة أنه يلا منجيب شركة تدقيق جنائي مالي نفتح لك كل حساباتنا خلال تجي تحسبنا؟ شيء طبيعي، المختلس واللي مورط أكيد ما رح يقبل بشركة تدقيق جنائي. بدليل صار لنا سنتين بين الإقرار والاتفاق مع ألفاريز أند مارسل، بعدين ألفاريز انسحبت، بعدين رجعنا على المفاوضات معه. والمماطلة بالتسليم الملفات. أكيد، وشفنا بالتقرير الأول يعني المقدمة بشو مرقنا خطوات من مجلس النواب يلي أصدر توصية، بعدين ضلوا يتحججوا بالسرية المصرفية، رحنا على تعليق العمل بالسرية المصرفية سنة
للأسف باقتراح كان من القوات وكتلة التنمية والتحرير بوقت كان تكتل لبنان القوي وأمين السر للتكتل النائب إبراهيم كنعان طرحوا أن تكون المهلة مفتوحة. شو هالتناغم بين القوات والحركة؟ دايما أنا بتحدى بس موقف واحد يكون فاصل بيناتهم. بس ناسي بدي صلح لك شغلة، أنه اليوم تدقيق الجنائي ما تأخر سنتين، بس تدقيق الجنائي تأخر من سنة التسعين. صحيح. لأنه بالتسعين كان في شخص عم بينادي وعم بيقول في شيء غلط عم بيصير بالمصرف المركزي، في فجوة عم تتحضر من أيام التسعينات، في تثبيت لسعر الصرف ما بيسوى. من التسعين كان في مطالبة، أخرونا 30 سنة. هاي 30 سنة كانت كارثة علينا. هلأ الأهم أنه ألفاريز موجودة، ألفاريز مفروض قريبا يبتدي أو يصير مباشرة بعملية التدقيق الجنائي من بعد ما مفروض سلم كل ما يجب أن يسلم، تحديدا وبشكل خاص محاضر اجتماعات المجلس المركزي وحسابات موظفي مصرف لبنان بالأسماء. وهودي الشغل تانية اللي كان رافض رياض سلامة يسلمون، ما حدا بيعرف ليه الحسابات بالأسماء، ليه بده يكون عنا مشكلة نسلم إذا المقربين ونواب الحاكم هول إذا ما بدنا نسلم حساباتهم بالأسماء؟ شو عنا عم نخبي؟ اجتماعات المجلس المركزي ليه ما بدنا نبرز المحاضر بالمجلس المركزي؟ شو هي القرارات يلي موافق عليها المجلس المركزي وما بده حاكم مصرف لبنان ينعرف؟ تأكيدا على عم تقولي نانسي انه هو دايما عم بيصير في عرقلة، واللي قلتيه هو دليل عرقلة، وقالوا حرفيا غازي وزني مجلس الوزراء قال انه مرجعية سياسية ما بدها تدي الجنائي. فهون اللي عم بتقولي نانسي انه اللي عم بيصير عرقلة هون هو اساسا مبلش انه من الاساس مرفوض ما بدهم الجنائي، وفي حدا رفض فرض عليهم التدي الجنائي هو رئيس الجمهورية اللي كان عم بيتابعه واللي ارسل رسالة لمجلس النواب مثل ما قلتي. صحيح. واللي هي رجعت بعت التوصية، وهون كان عم بيصير نوع من زكزكة انه اوكي هني اصدر مجلس النواب توصيه انه نحن مع التدقيق الجنائي بس خلي يكون بالتوازي مع الادارات والمؤسسات، مع العلم انه التيار يلي عم بيجربوا انه يمكن يستهدفوه من خلال من بوابه وزاره رفع الطاقه رفع سقف التحدي، هو قال لهم بلشوا بوزاره الطاقه بلشوا من عنا. نرجع للي قلته تحدوا مره جديده، يعني القوات بنتذكر من شهرين لما انعملت ما بعرف اذا فينا نسميها نوع من مسرحيه مع النائب جورج عدوان لما قال انه هو طرح اقتراح ترجع تتمدد وسقط بالهيئه العامه. يعني معلش كلنا كنا موجودين بجلسه مجلس النواب وعرفنا قبل بسنه شو صار على المزبوط، انما التمثيليات على طول بيعملوها، بس عن جد موقف بيئتهم وشعبهم يلي عم بيروح يوقف قدام المصارف ما عم بيقدر يسحب مصرياته شو بيكون؟ هيدي متروكه للناس، يعني اليوم بيئه الرئيس بري وللناس يلي عم بتعاني. بيئه الرئيس بري بس تسمع انه غازي وزني الوزير يلي محسوب عليهم حاول قد ما في سقط التدقيق الجنائي بطلب من مرجعيته السياسيه، شو معقول تحس؟ يعني شو معقول يكونوا عم يحكوا هلا بين هلا بس لنكون دقيقين، ما بدنا كمان نحمل الوزير غازي وزني اكثر ما بيحمل الياس. هلا هو كوزير ماليه عمل شغله ولكن ربما كان مقيدا بقرار سياسي مرجعيته السياسيه حكما، يعني هيدي هلا هيدا التدقيق الجنائي على امل نشوفه، بس نحن لازم نكمل كمان بعدد من الارتكابات يلي كانت عم بتصير ويلي وصلتنا للواقع يلي نحن موجودين فيه. بالحلقه الماضيه عددنا سلسله ارتكابات خطيره من بين الهندسات الماليه وغيرها، اليوم بدنا نكمل. اول شيء قبل ما نفوت بالملاحقات وفضايح الملاحقات بالداخل وبالخارج، ملف القروض المدعومه يلي بحد ذاته هو عن جد فضيحه كبيره من ضمن الارتكابات يلي تسجل. وهون خلينا نذكر بسنة 2019 كمان وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش كان طلب تضمين قانون موازنة 2019 مادة بتسمح لوزارة الاقتصاد ووزارة المال يطلعوا بشكل مباشر على وجهة استخدام هيدي القروض ولوين عم بتروح، لأنه فعليا يعني كان هذا الدعم مشتت واستنسابي ومش عم بيروح على الفئات يلي بيستهدفها بشكل بطريقة عشوائية. ما في خطة منظمة كانت لقاله، يعني قدام سمعنا أنه انهدر أموال على الدعم بطريقة أنه يلا. صحيح. منشان هيك خلونا يعني بس نتذكر سينتيا إذا بنقرأ معك البند الثاني من المادة 10 بمشروع قانون موازنة 2019. يعني حرفيا بنص فيما يتعلق بالقروض المدعومة من أموال مصرف لبنان الخاصة أو أموال الاحتياط لديه، فيعود لمجلس الوزراء أن يصدر قرار بالأولويات القطاعية للاستفادة من الدعم وشروطه، وذلك باقتراح من وزيري المال والاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان. يعني هيدا الاقتراح اللي اقترحه وزير الاقتصاد السابق منصور بتيش بيساعد انه نعرف وجهه هالقروض المدعومه وين. صحيح. عم بتروح، وكمان انه يستفيدوا منها الفقراء والمحتاجين والعزيز والطبقات الوسطى. مضبوط، الطبقات يعني الغنيه الانتاجيه اللي هي بتخلق الدوره
خصوصي انه كانت عم بتروح هيدي القروض المدعومه بطريقه استنسابيه ومشتته. هلا لنعرف بالضبط وين راحت هيدي القروض المدعومه، خلينا سوا نتابع الريبورتاج اللي بيعطينا بالتفاصيل مين الشركات العقاريه اللي استفادت من هالاموال. بلغ حجم القروض المدعومة الممنوحة ما يقارب الـ 15 مليار دولار، من بينها ما يقارب الـ 11 مليار دولار أعطيت كقروض سكنية مدعومة. بلغ مجموع هالقروض حتى 30 حزيران 2019 13.387 مليار دولار، من بينها بس 1.786 مليار دولار هي قروض سكنية غير مدعومة، بحسب الخلاصة يلي اشتغل عليها الوزير السابق منصور بتاش، بناءً طبعاً على الأرقام الرسمية لمصرفي. بتقرير أعادته لجنة الرقابة على المصارف بالعام 2019 بيظهر أنه 90 مليون دولار منحت كقروض سكنية مدعومة خلافاً للقانون ل 22 شخص، بعضهم حصل على أكثر من قرض واحد، والبعض الآخر استفاد منها كونهم موظفين عامين ما بتتناسب أجورهم مع قيمة قروضهم بمخالفة للقرار 7776 على 2001 يلي بيحدد القسط الشهري بما لا يتجاوز نسبة 35% من المدخول الشهري للعائلة، وكذلك للقرار 7835 على 2001 يلي بنص على استفادة المصارف من الاحتياط الإلزامي بشرط أنه تكون القروض السكنية مخصصة لشراء أو بناء المسكن الأول بلبنان، على أن يكون لبنان مقر الإقامة الأساس والسكن الشخصي للعميل اللبناني. بس رياض سلامة أصدر لاحقاً عدة تعاميم مخالفة غير محددة لا بالمساحات ولا بسقف القرض، مثل القرار الصادر بسنة 2009 ليجي بعده قرار بسنة 2013 يلي اعتمد سقوف قرض ومساحات محددة. عملياً رياض سلامة بهالقرارات تخطى الضوابط يلي كانت محددتها المؤسسة العامة للإسكان بالعام 2001 بحيث تم تحديد المساحة بما لا يتجاوز 240 متر مربع بما فيها الأقسام المشتركة، وحدد سقف القروض ب 200 ألف دولار. حجة المصرف المركزي كانت أعطاء اندفاع على الاقتصاد. وقت القروض السكنية يفترض أن يستفيد منها زاوية الدخل المحدود وتكون لشقة واحدة فقط. الأسوأ أنه هالشقة تم بنائها من الاستهلاك، يعني عم نحكي عن شقق بنيت بموارد مستوردة غير مصنعة بلبنان يلي اشتغلوا ببنائها هن بغالبيتهم غير لبنانيين. فعلياً الملايين صرفت بهالقطاع زادت من الاستهلاك وحكماً ساهمت بتكبير الفجوة. هيدا إذا ما حكينا عن الضرر البيئي الكبير نتيجة المرامل والمقالع والكسارات يلي شوهت جبالنا. أسئلة كتيرة مطروحة عن يلي كانوا مستفيدين من القروض وكم كادر من موظفي مصرف لبنان بين نواب حاكم وأعضاء بلجنة الرقابة على المصارف وحتى غيرهم استفادوا. هالموضوع برسم القضاء اللبناني. القروض السكنية استفاد منها رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي وشقيقه طه وأولادهم، بحيث حصلت شركات مملوكة منهم على 10 قروض مدعومة لشراء شقق ببناية مطلة على نادي اليخوت ببيروت بلغت قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، موزعة بين قروض بالدولار بقيمة 19.5 مليون دولار وقروض بالليرة اللبنانية بقيمة 22.2 مليار ليرة. وهي على الشكل التالي: شركة كلاودز جيت رياليتي حصلت على قرضين سكنيين، الأول بقيمة 6.117 مليار ليرة والثاني بقيمة 3.479 مليون دولار. شركة كلاودز لاند رياليتي حصلت على قرض بقيمة 6.117 مليار ليرة. شركة هيفنز لاند رياليتي حصلت على قرض بقيمة 7.865 مليار ليرة، يعني 5.243 مليون دولار. شركة هيفنز جيت رياليتي حصلت على قرض بقيمة 2.039 مليار ليرة. شركة اف ام ريل هومز رياليتي حصلت على قرضين سكنيين بالدولار، الاول بقيمة 2 مليون دولار والثاني بقيمة تعادل 3.333 مليون دولار. شركة ام ام ريل هومز رياليتي حصلت على 3 قروض سكنية بالدولار، الاول بقيمة 2 مليون دولار والثاني بقيمة 3.333 مليون دولار والثالث بقيمة 5.333 مليون دولار. هالأمر بيطرح أكثر من علامة استفهام. كيف بتم تبرير إعطاء القروض السكنية لشركات وبعضها غير مؤسس أو غير موجود بلبنان؟ كيف بتم تبرير إعطاء قرض سكني لصاحب مصرف؟ وليش أعطيت قروض سكنية لشركات عقارية؟ المفارقة أنه في قروض سكنية بملايين الدولارات أقرضت لأشخاص دون 18 سنة، مثل ما مثلاً المستشار السابق للرئيس سعد الحريري نديم الملا حصل على قرضين سكنيين، واحد باسمه لشراء أرض، قرض تاني باسم زوجته. والمفارقة أنه من بين المستفيدين من القروض المدعومة خلافاً للأصول وعن غير وجه حق في قضاة استفادوا من أكثر من قرض سكني وبملايين الدولارات، من وين إلهم أساساً القدرة على تسديد هالقروض؟ والأخطر أنه القروض المستدانة بالليرة اللبنانية تسدد بالليرة اللبنانية وتقويمها على الدولار بيعود إلى ما قبل الانفجار الكبير
يعني عم نحكي على 1500 ليرة للدولار الواحد. وبيتضح بعد الأزمة نتيجة التلاعب بسعر صرف الدولار إنه قيمة هالقروض باتت تساوي عملياً مبالغ هزيلة نسبة إلى المبالغ التي تم إقراضها قبل الأزمة. بملف القروض المدعومة رح نذكر هون المسار القضائي اللي صار ب 23 تشرين الأول 2019 وسندا للمادة 17 من قانون الإسراء غير المشروع. بتدعي القاضية غادة عوم مدعي عام جبل لبنان على كل مين طه مئاتي وماهر نجيب مئاتي وبنك عودة سردار وكل من يظهروا التحقيق أنه مشارك بجرم الإسراء غير المشروع، وبتحيل هذا الملف لقاضي التحقيق الأول ببيروت. ولكن هذا احتراما لقانون الإسراء غير المشروع بوقتها قبل تعديله مضبوط. وهون بيعترض مدعي عام التمييز بيعتبر انه هذا شيء مخالف لقانون مخالف قانونيا لانه مفروض يمر بالنيابه العامه التمييزيه، والملف هلا الان عند قاضي التحقيق الاول ببيروت. يعني عم نحكي عن شربل ابو سمره. يعني للاسف ما وصلنا لنتيجه بهذا الملف لانه رجعوا خلقوا لنا بدعة كيف بده يقطع الملف بقلب السلطة القضائية وعرقلوه عند قاضي التحقيق. بس بكل الأحوال يعني سؤال يطرح، القاضي شربل أبو سمرة شو موقفه؟ يعني هذا منه أول ملف بيوصل لعنده وبيبقى عنده. هون خلينا نسأل القاضي. القاضي شربل أبو سمرة. بس مثل ما شفنا بالروبورتاج قبل شوي مجموع القروض المدعومة 15 مليار تقريبا، من ضمنها تقريبا في 11 مليار قروض سكنية مدعومة، لأن بدنا ننتبه أنه في قروض سكنية كمان أعطيت غير مدعومة صح. مثل ما أبرز الروبورتاج. بيبقى بالمقابل في تقريبا 5 مليار هن بيقولوا أنه هذه قروض مدعومة كانت للقطاعات الانتاجية، يعني زراعة صناعة سياحة. نحن شايفين الانتاج بالبلد، يعني هلأ اللي بينزل اليوم على الطريق بلبنان بيشوف انه في كتير انتاج عنا. يعني نحن ما بنستورد شيء بنصدر. 5 مليار دولار بينصرفوا للاقتصاد وللانتاج ونحن بلدنا مكسور وفي عجز بالميزان التجاري، هذا الشيء مش مقبول. صادراتنا ما بتتخطى 3.5 مليار دولار، بس حجم الاستيراد قد ايه بيبلغ بالمقابل؟ فوكاترو فوسانك، يعني عم نحكي كان قبل الازمه عن 17 مليار واكثر حتى. صحيح. استيراد، يعني ما بعرف شو هالانتاج اللي مدعوم ب 5 مليار دولار وبطاله 35% وبطاله 35%، يعني ما عم نخلق حتى فرص عمل تنكون عم نقلع. يعني هون فينا نسال مين المقترضين يلي استفادوا من هيدا القروض؟ سالت وزاره المال حاكم مصرف بس لبنان. ليه ما كان وزير المال حاكم مصرف ليه ما كان عم يمتنع، مع العلم انه هيدي الاموال يلي كان عم يدعم فيها القروض هي اموال عامه، يعني من حق الدوله اللبنانيه. صحيح. تكون عارفه. يمكن لانه نقوا عليه، يعني معقول يكون اجى نجيب مئات نق على حاكم مصرف لبنان، ايه حرجه انه بدي اخذ قرض، قال له خيي خلص خذ القروض. اذا اين هلا بناخذ قرض مثلا مدعوم؟ بعتقد انه ايه هيك بتتاخذ القروض، والحاكم بيعرف هذا الشيء مزبوط. هلا نحن مش محظيين ما رح ناخذ إيه اكيد شو انا بقدر شيله من الحكم؟ انا ما بقدر شيله اصلا ناخذ قروض مدعومه اذا ما كنا مستحقين لهيدي القروض. بس شوفي انه كانوا ياخذوا هالقرض الجماعه عن جد، انه انا اذا بتحط حالي محلهم بياخذوا القرض بفايده 2% من حيال مصرف بيحطوه يمكن بنفس المصرف. صحيح. بفايدة 8% بيربحوا 6%. هيدي من القروض المدعومة اللي جات عم تنعطى للمصارف. صحيح. هيدي عم تروح من دربنا نحن، من درب اللي هي الفئات اللي عن جد عايزة المصارف للمستفيدين. يعني هيدي عم تتاخد حيال محظة، بيروح على البنك بيقدم على طلب قرض مدعوم، ما بعرف شو السبب. يعني تحت ال 18 بياخد مليونين دولار قرض مدعوم سكني. طب كيف حدا كمان عمره تحت 18 عم بيسدد قرض مدعوم بقيمة مليونين أو 3 مليون دولار وشي قرض سكني؟ طيب. او انه اخذها لشراء ارض. يعني ما كيف قاضي معاشه 4 مليون او 5 مليون بياخذ قرض بمليارات الليرات، هذا كيف بده يسكر الدين؟ بشو مسدده؟ كيف مسدده؟ هون السؤال. شو البدل؟ يعني هون كل هالاموال بنشوف نحن كشباب وصبايا عن جد انه راحت هيدي من درب الشباب، راحت من درب الصبايا، راحت من دربنا. قد ايه كانت ممكن تساعد شباب وصبايا يضلوا هون ويقدروا يكونوا يمكن عم بيجيبوا. وكم طموح انقتل. مزبوط. كان طموح انقتل على ايد هذا نفس الاشخاص اللي سببوا بالانهيار، اخذوا قروض مدعومه واخذوها من درب المستحقين اللي المفروض يكونوا عم بياخذوها. هلا في كمان خبريه اخطر، انه يعني كان في ممارسات عم بتصير لمصارف متعسره، هي عمليا بحكم خلص المفلسه وما بقى يمشي الحال، ومفروض يلي مسؤولين عنا يكونوا عم يتحاسبوا لانه اوصلوا المصرف لهيدي ويتحملوا المسؤوليه بمعنى تجاه المودعين لدى هيدا المصرف ويعلن افلاس المصرف. شو كان عم بس عمل الحاكم عمليا الياس؟ يعني بهيدي الامور عن جد بشيب شعر راسك بس تصير تسمع هيدي الاخبار. مصرف متعسر بيجي بتتطفى هذه الخسائر، يقفل المصرف ويتم دمجه بمصرف اخر. هون عم نحكي عن بنك رياض بيروت.
احد الامثله بنك بيروت الرياض، في كثير بس يمكن بنك لانه بيروت اسمه رياض محظه هي الاخطر. بدك تعرف يعني هون بتطرح علامات استفهام، مين كان المسؤول الفعلي عن بنك بيروت الرياض؟ هو نائب انور الخليل. نائب يلي خلينا بس بدنا نذكر الناس، نائب انور الخليل من بين الاسماء يلي ذكرت بخلال التحويلات الاستنسابيه للخارج بعز الازمه بمبلغ لا يقل عن 65 مليون دولار. يعني عمليا ما فيه وما خفي قد اعظم، عمليا هذا المصرف يلي دمج بمصرف اخر من سنين لورا وطفت خسائره، هيدا الاموال يلي استفاد منها النائب انور الخليل ممكن تكون هي من ضمن ال 65 مليون دولار يلي تحولوا لبرا؟ ممكن اكيد مش معاش تقاعد 65 مليون. اموال الناس يلي كانت مستثمره. والنائب انور خليل على طول بيحكينا عن المودعين وبكون مع انه قلبه وعاطفته على المودعين ودائما بيتهجم على فريق سياسي وهو حريص على المودعين، غريب يعني. يا ريت بيخفوا هالعاطفه شوي عن المودعين يمكن بيكون اريح عن جد اذا بخففوا هالعاطفه حاطين علينا. هلا في كمان الياس، خلينا ننتقل لملف القروض يلي عطاها مصرف لبنان للمصارف قبيل وبعد 17 تشرين. وهون عن جد كمان الجريمه الكبيره، كلنا بنتذكر حكي مصرف لبنان بعد ما اقفلت المصارف، وبنتذكر لما كان عم ينطلب يصير كابيتال كنترول وعده اجتماعات دعي لها حكي مصرف لبنان للبحث بهذا الموضوع، كان عم يتغيب عنا ما بعرف شو الحجج. مهم الكابيتال كنترول ينعمل على ما، وللاسف هون انه بنفس الوقت تحولوا الثوره ووجهوها واستغلوها لتعرقل. صحيح. فتح مجلس النواب وسكروا الطرقات بدل ما نحن نفتح الطرقات للنواب ليفوتوا يقروا الكابيتال كنترول، سكرنا هالطرقات وقعدناهم برا. يمكن هذا كان مقصود اليوم اكيد تنكون كثير واقعيين، يمكن هذا الموضوع كان مقصود، لانه اذا بدنا نراجع الارقام خلينا نفوت شوي الممنوحة للمصارف، يعني هو بس هون نذكر انه هو اعلن بتشرين 2019 انه رح يعطي المصارف قروض بفائده استعداده يعطيهم بفائده 20%. صحيح. بوقت الناس مش قادره تاخذ اموالها وبوقت كان مطلوب منه يعمل كابيتال كنترول. مزبوط. بالارقام، حجم القروض الممنوحه للمصارف بتاريخ 30 ايلول 2019 بلغ 1.269 مليار. هيدي القروض بلغ مجموعه بتاريخ 30 حزيران 2021 8.3 مليار دولار. حلو. من هال 8 مليار في أربع مصارف استحوذوا على تقريبا 7.3 مليار دولار. قد ايه عنا مصارف بلبنان؟ بس تخيلوا القروض أكثر ناس مين أخذوها في أربع مصارف، عمليا يعني بخلال الأزمة أعطي قروض بحدود 7 مليار دولار للمصارف. بس السؤال، الرقم لافت شوي، 8.3 مليار دولار مش قريب شوي على حجم الاموال اللي يحكى انه تحولت لبرا؟ صحيح صحيح. بالوقت اللي كانوا المصاري، يعني هون فينا نسال سؤال، هل هيدي الاموال حولوها المصارف لبرا بالوقت اللي كانوا عم يعطوا دولار للمودعين؟ يعني هون ممكن بدنا نسال، هي تحولت لبرا ليعززوا سيولتهم لدى المصارف المراسله بالخارج بوقت هن كانوا عم بيسددوا هيدي القروض دولار؟ مش بس عم بيعطوا المودعين دولار، حتى لمصرف لبنان عم بيسددوها بالدولار. تسديد القرض مش للمودعين. مش بس تسديد القرض، هيدا يعني هون عم نحكي بأموال المودعين، عم نحكي بهيدي المصارف كيف كانت عم بتسدد القروض يلي استدنتها من مصرف لبنان وبالدولار. طيب ننسي ملف الحاكم المركزي، في له مسارين، في مسار قضائي داخلي في مسار قضائي خارجي. سمعنا انه في عدد كبير من الدول اتهمت الحاكم رياض سلامه بتبييض الاموال، وحتى في دول حولته لمدة عليه باللوكسمبورغ تحديدا. هي خبرينا شو عم بيصير هون. ملف الملاحقات بالخارج دقيق، يعني بدنا كمان ننتبه لكثير امور بهيدي الدول، بثمان دول اوروبيه تحديدا بلشت مسار تحقيقات، فتحت تحقيقات بقضايا وارسلت طلبات تعاون يعني من قبل هيدي الدول حتى للقضاء اللبناني. ابرز تجلياتها الياس هي بالمهمه يلي كان مكلف فيها القاضي جان طنوس وأفشلت إذا منتذكر، لما داهم المصارف بحثاً عن حسابات رجا سلامة بعشرة بعتقد كانون الثاني 2022، لأنه لتتبع حركة حسابات رجا سلامة. هيدي ليش؟ لتتبع حركة هيدي الحسابات رح كمان نشوفها بسياق الملاحقة، لأنه في طلب تعاون من سويسرا وصل على لبنان، طبعاً له ارتباط بشركة فوريا اللي كمان واصلين له بهيدا السياق. فشلت مهمة القاضي طنوس، تلقى اتصال كلنا بنعرف من مين؟ عام التمييز القاضي غسان عويدات بيطلب منه وقف المهمة بشكل مباشر، ولكن القاضي غسان عويدات تبين انه كمان متلقى اتصال من رئيس الحكومة نجيب مئاتي عم بيهدد فيه بالاستقالة بحال
ما وقف القاضي طنوس. حلو القائد يحمي ضباطه، بس هون ما فينا نسال، ما فينا سؤال نغير الضابط ليه؟ ليه كل هالاشخاص ما بنغير الخيل مش الضابط؟ ليه كل هالاشخاص عم يتدخلوا لا منع استكمال هذا التحقيق؟ يعني هو مش سؤال بيطرح حاله انه نجيب ميقاتي ليه بده يهدد بالاستقاله وليه مدعي عام التمييز بده يرد وهو عارف انه هيدا مهمه قضائيه مفروض انه تكمل، لانه يلي بيكون اخذ كل هالمليارات والملايين الدولارات مدعومه اجباري يحمي رياض سلامه. يعني شيء طبيعي عن 34 مليون لرئيس الحكومة ومجموعة مئات مش مبلغ مزحة، هيدا اللي على الأقل معروف فيه لأنه اتخذ فيه مسار قضائي. بيبقى الجواب عندهم وعند القضاء بكل الأحوال، نحن ما بدنا نستبق أي تحقيق. خلينا نكمل بالملاحقات الخارجية. اسم رجا سلامي مرتبط بشكل أساسي بشركة فوري أسوسييتس. شو بتشتغل هالشركة؟ ارتبط اسمها عمليا هي بعملية تحويلات مالية، هي كوسيط مالي، يعني تاخذ عمولات على وساطه ماليه بين المصارف او مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات ماليه ثانيه. هي شركه مؤسسه بالخارج. بالخارج رح نكون بالسياق طبعا. ارتبط اسمها اذا بعمليه تحويلات ماليه تخطت ل 330 مليون دولار لرياض ورجا سلامه ومساعده حاكم المركزي ماريان حويك، هون بين لبنان وسويسرا عم نحكي تحديدا، وعم بحقق فيها القضاء لسويسرا السويسراني، ويشتبه ان عمليات تاتت باطار تبييض اموال، يعني شيء كثير خطير. طلب المساعده القضائيه السويسريه، نحن عندنا نسخه عن طلب المساعده، طلب المساعده القضائيه يلي صادر عن النيابة العامة الاتحادية بسويسرا ببيرن، وجه للسلطات اللبنانية، يعني مفروض قضائيا النيابة العامة التمييزية، ولكن هيدا الطلب بيوصل عبر وزارة العدل. يعني ما بيقطع عبر النيابة العامة التمييزية، هو بيوصل للنيابة العامة التمييزية بس يلي بدها تسلمه هي وزارة العدل. يعني اليوم إذا في أي قاضي لبناني بده يطلب طلب مساعدة قضائية أو معلومات من القضاء الأجنبي، عبر مين بده يبعثه؟ مفروض عبر وزارة العدل. عبر وزارة العدل. مفروض عبر وزارة العدل. يعني مو مفروض يتنيم الملف عند النيابة العامة التمييزية أو ينطلب من القاضي أو ينضغط عليه أنه يحوله للنيابة العامة التمييزية. بيصير في مسار يمكن عرقلة. مسار في ضغط سياسي. خلينا نرجع إذن لطلب المساعدة القضائية السويسرية. كنا عم نقول هيدا طلب المساعدة القضائية الصادر عن النيابة العامة الاتحادية ببيرن ب 27 تشرين الثاني 2020. وجه إذن للسلطات اللبنانية للتعاون القضائي بهذا الطلب يلي بيجي طبعا استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تشتبه النيابة العامة الاتحادية بسويسرا أنه رياض ورجا سلامة قاموا بعملية تبييض أموال بسويسرا، مصدرة عملية اختلاس محتملة، بعدنا عم نحكي بالاشتباه والمحتمل محتمل، على نحو يضر بمصرف لبنان، وذلك اعتبارا من سنة 2002 على أقل تقدير. يعني هون سنة 2002 سنة إنشاء شركة فوري، وأنه أنشأت بال 2002، يعني بعد باري 1 باري 2 أنتر لي 2 خلال هالتاريخ بين مؤتمر باري 1 ومؤتمر ونسأل بعد لما في انماء بلبنان وكل هالديون مترتبة 100%. خلي القضاء ان شاء الله نوصل بالتحقيقات لمطرح بركه تنكشف هيدي الامور كلها سوا. بحسب طلب المساعده القضائيه، لكن عم بقرا حرفيا تنكون كثير دقيقين، في ارقام بالنتيجه. حاكم مصرف لبنان بيقول هيدا الطلب انه حاكم مصرف لبنان قام بمساعده شقيقه رجا سلامه بتنظيم عمليه اختلاس باكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان من خلال توقيعه ب 6 نيسان 2002 على عقد بين مصرف لبنان وشركه فوري. شركه فوري مسجله بجزر العذراء البريطانيه، ونحن بنعرف انه هيدي الجزر هي ملاذ تهرب ضريبي جدا. صاحب الحق الوحيد بفوري هو رجا سلامة، وبيقول طلب المساعدة انه عملية الاختلاس عادت بالفائدة على رياض ورجا سلامة وافراد اسرتهم والمحيطين فيهم اما كليا او جزئيا. هيدي الفائدة لوين راحت؟ على حسابات بسويسرا، ولكن على حسابات بسويسرا قبل عملية تبييض الاموال. عملية تبييض الاموال كيف حاطين احتمالات كيف صارت؟ اما تحويلات من حساب الى اخر، او عبر استثمارات بالعقارات بسويسرا والخارج، شراء عقارات لهم لا سيما صحيح بالمملكه المتحده اي ببريطانيا، او من خلال الاستثمارات بالسندات الماليه بسويسرا والخارج. هلا اذا بدنا نحكي عن العقد بين مصرف لبنان وفوري، حسب المعلومات القاضي جان طنوس، حسب معلومات اللي لدينا، القاضي جان طنوس انهى تحقيقه حول فوري، وهيدي خطوه كثير مهمه. ولكن التحقيق للأسف لهلأ لم يرسل إلى السلطات القضائية بسويسرا. ليه؟ مدعي عام التمييز يمنع إرسال هذا التحقيق.
هيدي حسب المعلومات. لماذا؟ الجواب عند القاضي غسان عويدات، مش نتمنى انه يجاوبنا او عند مرجعيته. صحيح، ونتمنى انه يجاوبنا مدير عام التمييز ويجاوب الشعب، لانه هو بيحكم باسمنا. نحن قلنا حق لا انه يطلع ويجاوبنا، لا هالملفات عم بتنام. ان شاء الله يجاوب، ان شاء الله. حسب التحقيقات في عقدين مع فوري. عقد اول موقع بين رياض سلامه كحاكم للمصرف المركزي وشخص اسمه كيفن وولتر، وعقد ثاني ماضي رياض سلامه مع خيو رجا سلامه ديركت. يعني بس هون السؤال، من وين اجى؟ مين كيفن وولتر؟ مين هذا الشخص؟ أوكي. هون نفوت على تفاصيل العقد الموقع مع كيفن وولتر. لا يوجد اي اشاره الى قرار بالمجلس المركزي حول تفويض حاكم مصرف لبنان اولا بتوقيع عقد فوري. عمليا هيدي العقود تتطلب موافقه من المجلس المركزي، ما في اي اشاره انه يعني هيك عقد دون العبور بالمجلس المركزي. اكيد يعني هي لحالها مخالفه. هيدا اول بلشنا. ثاني شغله، بسويسرا ما حدا عارف شيء عن كيفن وولتر، ما في اي اشاره، ما بيعرفوا شيء عن يعني اسم وهمي، ما حدا بيعرف. فرضيا اذا نحن بدنا نقول بدوله خارجيه لشخص موقع على كونترا، مفروض يكون عندهم معلومات عنه او قادرين يوصلوا له. بسويسرا ما قدروا يوصلوا له. يعني طيب، بقول يكون شخص داخل الحدود اللبنانيه. فرضيه، الفرضيه الاقرب للمنطق انه هيدا داخل الاراضي اللبنانيه، لبل هو لبناني كمان. بس مين هالشخص يلي هالقد بده يكون رياض سلامة بيوثق فيه ومأمن له انه يمضي له؟ مش بالمنطق بيقول انه لازم يكون حدا مقرب جدا لرياض سلامة وموثوق لبل يطلع على كل العمليات ويوافق، وهو ربما ايده اليمين لرياض سلامة؟ صحيح. هلا هون المسألة كتير هينة، يعني العقد كمان اللي عم نشوفه بيحمل توقيع كيفن وولتر، كتير هينه يعني بينعرف. ما بعرف، نحن هيك عم نحكي، ما بينجيب خبير خط وبفكر يعرفوا من التوقيع. انا برايي نجمع كل اللي حواليه ويجوا يمضوا نفس التوقيع. اهين شيء وخبير الخط بيعرف. بدك مين يعمل هيدي؟ بس هيدي نقطه بس. انا صراحه فيها بعول على مدة عام التمييز، لانه قاضي بده يروح للاخر بالملف. عم تتشيطن يا ليز. بالعقد الموقع مع رجا سلامه هون انتقلنا كيفن وولتر، اذا قلنا هيدي تفاصيل العقد معه. بالعقد الموقع مع رجا سلامه عن فوري ورياض سلامه عن مصرف لبنان، نحن ما عندنا نسخه عن العقد، ولكن السلطات القضائيه بسويسرا تملك نسخه عن هيدا العقد. وهون بنرجع لطلب المساعد القضائيه من النيابه العامه الاتحاديه بسويسرا للسلطات القضائيه بلبنان، يلي بيشير الى عده وقائع. مقر شركة فوري هو تورتولا إذن بجزر العذراء البريطانية. هيدا عم نقرأ ما لدينا بطلب المساعدة القضائية. صح. يعني ما أنه مختلق ولا موجود، الطلب المساعدة موجود وكل تفاصيله موجودة، واللي بحب يشوفه نحن جاهزين نبعطه أصلا رح يكون عم يطلع عليه. فوري تملك حساب مصرفي بـ HSBC Private Bank بسويسرا من 2001 لحد 2016. صاحب الحق الاقتصادي لهيدا الحساب ليس إلا رجا سلامة، شقيق رياض سلامة. طبعا مصرف HSBC بيملك نسخة مفروض عن هيدا. ولبنان وين مقر هذه الشركة؟ بيقولوا انه مقر الشركة ببرج الغزال بشارع فؤاد الشهاب، هنيك مكتب كمان رجا سلامة. يعني عمليا كل شيء عم يرجع يروح لنرجع لرجا سلامة. يعني مقر الوحيد بلبنان هو مكتب السيد رجا سلامة خيو للحاكم المركزي. بس هي ما لها قيود بلبنان تنكون واضحين، يعني هي منا مسجلة بلبنان. فوري بحساب فوري بحسب كمان طلب المساعدة القضائية، هيدا الحساب تلقى بين نيسان 2002 وتشرين الأول 2014 أكثر من 326 مليون دولار مصدرها مصرف لبنان. بين هالمبالغ تم تحويل 248 مليون دولار وصلت لحساب رجا سلامة الشخصي ببنك HSBC، ومن هالحساب تم تحويل مبلغ 207 مليون دولار كنفقات خاصة لحسابات بترجع لرجا سلامة بخمس مصارف لبنانية. يعني شوفوا ملا عملية من التحويلات لفوري يلي مفروض حسب الاشتباه انها مختلسة ومحولة من مصرف لبنان لبرا، في مبلغ راح على حساب رجا سلامة بسويسرا، ومن هيدا المبلغ في مبلغ رجع لحسابات رجا سلامة بالمصارف اللبنانية. وهيدا يلي بيخدنا عمليا للمهمة يلي كان القاضي جان طنوس عم بيقوم فيها لتتبع حركة حسابات يعني رجا سلامة. اللبنانيين اليوم يلي عم بيحضرونا عم بيشوفوا مصرياتهم كيف عم بينطوا من حساب لحساب 100%. وكيف عم بيروحوا من قدامهم. مش بس هيك، وكيف في المؤتمنين على هالأموال عم بيوقفوا انه ينعرف وين راحت هالأموال. هيدا الأسوأ. منتابع بحسب كمان طلب المساعدة القضائية
للنيابة العامة الاتحادية بسويسرا. سنة 2008 تم فتح حساب مصرفي باسم الشركة البنامية ويست ليك كوميرشال. نحن عم نقول شوية تفاصيل بس لنفرج الناس قديش خطير الملف. ويست ليك كوميرشال وهذا الحساب طبعا فتح ببنك جوليوس باير بزيوريخ وصاحب الحق الاقتصادي كمان رجا سلامة. من هالشركة تم تحويل مبالغ من الويست ليك، تم تحويل مبالغ لحساب مصرفي لشركة أخرى هي SI2SA لدى مصرف EFG بزيوريخ. صاحب الحق لهذه الشركة هو شخصيا رياض سلامة. يعني مرة شخصية. راح الوكيل وإجا الأصيل. بلشنا نفوت عن جد بالجد. هلأ من حساب هيدي الشركة يلي حقها الاقتصادي لرياض سلامة تم تحويل مبالغ مالية لحساب شركة اسمها رايز انفست اس اي يلي بتملك حق الاقتصادي عفوا مساعدة رياض سلامة ماريان حويك كمان مرة جديدة بحسب الطلب القضائي كمان بمصرف جوليوس باير. سجلت تحويلات مالية لشركة ريد ستريت 10A ورياض سلامة هو صاحب حقها الاقتصادي. ولاحظ طلب المساعدة القضائية أيضا سلسلة تحويلات مالية بين هالشركات كما بين شركة فوري. يعني كل هذا المسار نتيجة شركة فوري. صحيح. طب اليوم هذه الشركة اللي أنشئت خارج لبنان وما عندها مقر رسمي بلبنان وما عندها ضوابط قانونية بلبنان، كم قانون لبناني خالفت؟ في كتير بالملاحظات، يعني أبرز الملاحظات، يعني في انتهاكات عدة صارت عبر فوري للقوانين اللبنانية. أول شيء فوري منا كيان لبناني كونه مسجلة بجزر العذراء البريطانية ومنا مسجلة بلبنان، يعني قامت بأعمالها بس بمكتب لبنان ولكن هي ما لها ولا داتا حتى عدم موافقة المجلس بمصرف لبنان من خارج يعني مجلس كان عم يتعامل معه بدون موافقته. صحيح، هيدي واصلين لهلأ بهيدا السياق. ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان هو بيصرح انه فوري قامت بدور الوسيط المالي والوسيط المعرف بين مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية اللبنانية. يعني فوري يستهدف العملاء اللبنانيين المقيمين حكما لأنه عم بيقوم بعمل وساطة بين مصرف لبنان ومصارف لبنانية ومؤسسات مالية لبنانية. كان استهدفت الشعب اللبناني. صح. أبرز الملاحظات، فوري انتهكت القانون 234 الصادر بالعام 2006 يلي بيحكم أنشطة الوساطة المالية وبنص بالمادة الأولى تبعه أنه هالأنشطة يمكن أن تتم حصريا من قبل شركات الوساطة المالية اللبنانية وفروع شركات الوساطة المالية الأجنبية المنظمة من قبل مصرف لبنان بالإضافة للبنوك طبعا المسجلة لدى المصرف المركزي، بينما فوري منا مرخصة من مصرف لبنان. ليش ما راحوا على مؤسسة مالية؟ في عنا مؤسسات مسجلة مرخصة مزبوط. ولا رياض سلامة قفاها وراح لعنا؟ ما بنعرف. سوفي ليبان على فكرة بيساهم فيها 32 مصرف بلبنان، ليش راح على توقيع عقد؟ يعني ما حط ثقة. أكيد موقعة مرخصة من المصرف المركزي ومساهمين فيها 32 مصرف بوقت فوري مش مرخصة وما حدا بيعرف. يمكن ما بتبيض أموال مار. هيدا بنترك له إياها. فوري قامت بأنشطة وساطة مالية بلبنان من مكان عمل بلبنان مثل ما قلنا من دون ترخيص. والمادة 25 من القانون 234 أعطى مهلة للمؤسسات المخالفة مهلة 6 أشهر لتظبط أوضاعها، بيقولوا لتسوية أوضاعها. يعني هذا القانون صادر عمليا من بعد إنشاء فوري، يعني كان فيها فوري تستفيد، ليش ما سويت أوضاعها؟ يمكن لأنه إذا بيصرح عنه أو بتصير شركة مسجلة مثل ما هي مفروض يفتح العينين عليه. ما بيقعد في يمارس الممارسات اللي كان عم يعملها بغطاء غير قانوني. هلأ هو الأسوأ من هيدا كله لما تأسست شركة فوري بال2002 كنا عم نحكي بفترة بأوروبا كان بعد مسموح فيها استخدام ما يعرف بالبراس بليت كومباني. هي عمليا بتاخد اسم أو يعني kind of وهمي أو اسم لها ممثل بس هو مش موجود. يعني هيدا يعني إحنا ما نتحمل مسؤولية كل الفساد اللي كان عم بصير. كمان القوانين الأوروبية سمحت كان مسموح عندهم وهي عمليا هيدا منعوها هيدا الأمر. براس بليت كومباني منع من بعد 2002 لما بلش عمليا المكافحة الفعلية لتبييض الأموال من الدول الغربية وتم استغلال هيدا الثغرة إذا فينا نقول. صح. عنوان اللي استخدمته فوري هو HSBC Private Bank Switzerland بجنيف كعنوان لا.
هلا اذا بدنا نروح على متابعه اصول رياض سلامه بسويسرا، كمان حسب ما اجى بطلب المساعده القضائيه للنيابه العامه الاتحاديه، النيابه العامه الاتحاديه تبين عندها اصول باسم رياض سلامه او هو صاحب الحق الاقتصادي لها بمصارف، لدى مصارف بسويسرا تقدر ب 50 مليون دولار. رياض سلامه بنيسان 2012 تتشوف هون عن جد كثير خطره، فتح حساب بمصرف UBS AG، ولهيدا الحساب دخل بين 2012 وكانون الثاني 2018 ما يقارب 7 مليون دولار ونص من حساب بمصرف لبنان، من حساب لرياض سلامه بمصرف لبنان. بحق له يكون عنده حساب بمصرف حساب لبنان؟ حساب الدولار بمصرف لبنان اكيد لا. فاذا هو كمان هيدا مخالف للماده 110 من قانون النقد والتسليف. وبحزيران 2016 كمان فتح رياض سلامه باسمه بكريدي سويس اجي وحول لهيدا الحساب بين 2016 وآب 2019 أكثر من 4 مليون دولار من حساب باسم رياض سلامة كمان مفتوح بمصرف لبنان. وفي حساب كمان هيدا كله من طلب المساعدة القضائية مش مخترع. حساب آخر فتحه سلامة بتشرين الثاني 2018 ببنك بسويسرا وورد له بيوم واحد هو 8 تشرين الثاني 2018 مبلغين، أول بقيمة 2 مليون يورو والثاني بقيمة 3 مليون دولار. يعني فاتح حسابات بمصرف لبنان بالدولار وباليورو. صح، هلا ما حدا يجرب يقلنا انه الترجمة مش مضبوطة او مش دقيقة، لانه ترجمة هيدا الطلب للعربية بتجي من سويسرا وهي يعني بتكون كمان موقعة من المترجم يلي اعتمدوه لهيدا الموضوع. وهون عنا شهرزاد مصطفاي يلي وقع الترجمة، يعني الترجمة إلى العربية جاية كمان من سويسرا، فما حدا يقول مترجمين على زول. هلأ بعض المبالغ يعني يلي وردت بطلب المساعدة القضائية واللي قيد بحساب فوري بـ HSBC ممكن ما يكون مصدرها مصرف لبنان بل مصارف لبنانية، وهيدي قد تمثل عمولات يعني دفعتها المصارف لفوري لقاء خدمات معينة قدمها مصرف لبنان، وهذا كمان هو من ضمن تحقيق القاضي جان وقدمها بشخص رياض سلامة للمصارف. صحيح، وبداية الملاحقة كانت مع شركة فوري وبعدين توسعت لتشمل يعني مصادر ثروة رياض سلامة، والتحقيقات عم تحصل بعدد من الدول الأوروبية، يعني كنا نحن قلنا سويسرا بس في بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ حيث تحول رياض سلامة لمدعى عليه، وبفرنسا بعد الفاصل رح نتابع تفاصيل تحقيق عم يتواصل من أواخر أيار 2021 أمام النيابة العامة المالية الوطنية كمان بقضية تآمر جنائي وتبييض أموال. فاصل ونرجع. رجعنا معكم بالجزء الثاني من حاكم الانهيار والجزء الثاني أيضا من الحلقة لنتابع مسألة الملاحقات بحق حاكم مصرف لبنان ومحيطه أيضا تحديدا بالخارج فرنسا ولوكسمبورغ. كنا مثل ما عم نقول قبل بريك عم تتابع دعاوى مرفوعة من قبل تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية بلبنان يلي بيترأسها السيد عزيز سليمان، ومن قبل جمعية شيربا يلي بيترأسها المحامي ويليام بوردون. الأستاذ عزيز سليمان رح يكون معنا بعد شوي، ومعنا على البلاتو كمان فراس طنوس مؤسس جمعية أموالنا لنا صرخة المودعين. أهلا وسهلا فيك فراس. أهلا فيكم. ولكن بالبداية خلونا نرجع نتذكر التحقيق الفرنسي له أهمية كتير كبيرة، صحيح هو بفرنسا ولكن له بعد أبعد يعني أوروبي وربما عالمي، ما بنعرف بعد وين معقول توصل هيدي التحقيقات، لأنه بحسب الشكوى ثروة رياض سلامة على ما يبدو بتتخطى عالميا 2 مليار دولار، يعني شيء كتير كتير ضخم بيقدر يكون عليه حيت فوربز، يعني لو داخل عليها بطريقه هول عارفين فيه عارفين هيدي المبينه لحد هلا. وبلوكسمبورغ لحالها يمكن تقارب 100 مليون، هلا استاذ عزيز يمكن بيقلنا اكثر تفاصيل. القضيه بفرنسا كتير كبيره، بجزء منها مرتبط بما عرف بمكتب الطوارئ يلي تم استئجاره لصالح مصرف لبنان، لان احنا بنعرف في مركزين طوارئ، في مكتب طوارئ او مركز طوارئ موجود ببكفيا، بحال صار في اي عطل او مشكله بالحمراء بيقدروا يشغلوا المصرف المركزي من بكفيا، وفي مركز طوارئ خارجي بحال صار عطل بالمركزين بلبنان الاساسي والطوارئ هو مفروض بفرنسا.
هيدا المكتب او الشقه هي يعني هون خلينا نقول جزء من الفضيحه يلي تكشف من بعدها سلسله علاقات بين مجموعه شركات واصول تم تملكها بفرنسا وكلها بتودينا لعند رياض سليمي. خلونا نشوف هالتقرير ونرجع. شقة بمبنى فخم على شارع الشانزليزيه بباريس يمكن تؤدي لكشف ارتباط حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بقضيه اثراء غير مشروع قبل اشهر، وتحديدا ب 21 تشرين الاول 2021 دعمت قوه من الشرطه الفرنسيه شقه بالمبنى 66 بشارع الشانزليزيه يلي استاجرها مصرف لبنان كمركز طوارئ خارجي له. عملية الدهم اجت كنتيجة مباشرة للاجتماع يلي عقد بمدينة لاهاي الهولندية ب 14 تشرين الأول 2021 بأوروجوست، وهو تجمع للنيابات العامة بأوروبا بحضور ممثلين عن الادعاء العام بكل من لبنان وفرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا بهدف تنسيق العمل التحقيقي حول ثروة رياض سلامة وشقيقه رجا وصديقته أنا كوزاكوفا، ويلي بيشمل أيضاً التدقيق بثروة الثلاثة ببلجيكا. شقة مركز الطوارئ المزعوم يشتبه بأن إحدى العقارات يلي بيمتلكها سلامة وشقيقه رجا وصديقته أنا كوزاكوفا بفرنسا، ويلي تم شراءها بمبالغ مشبوهة. لكن بالمبنى 66 بيستأجر مصرف لبنان سلسلة مكاتب وطوابق بموجب عقد مع شركة أسيفيس، وتتبع الملكية بيقود لاسم رياض سلامة شخصياً، وكأن مصرف لبنان عبر حاكمه استأجر مركز طوارئ لإله من الحاكم نفسه. فكيف هيدا الأمر؟ كوزاكوفا هي اللي بتدير شركة بيت يلي استكملت إجراءات نقلها لفرنسا بأيار 2021 بعد ما تم تأسيسها بمساهمة نقدية بمبلغ 200 ألف يورو بلوكسمبورغ ب 27 أدار 2007 من دون التصريح عن مصدر هيدا المال. بيت وللمفارقة بتملك 99% من أسهم شركة زال، إلى جانب 1% بتعود ملكيتها لكوزاكوفا، لكن كوزاكوفا عينت بإدارة هذه الشركة بالجمعية العمومية الاستثنائية ب 12 أدار 2015 ولمدة غير محددة. ولشركة زال بتعود ملكية المكاتب بالمبنى 66 المستأجرة من قبل مصرف لبنان، هيدا مع العلم أنه عقد الإيجار موقع بين مصرف لبنان وشركة أسيفيس وليس زال. ملكة أسيفيس هي مرة جديدة أنا كوزاكوفا. العقود الموقعة بين مصرف لبنان وشركة أسيفيس كما تجديدها حصل عليها القضاء الفرنسي وبينشرها برنامج ساعة الحقيقة. من العقد الأساسي الموقع ب 20 أيلول 2010 بين أسيفيس ومصرف لبنان ممثلاً بحاكمه يوما رياض سلامة ومرفقاً برقم حساب الشركة المؤجرة ببنك سي إي سي، إلى التعديلات يلي أدخلت على العقد الأساسي بالأعوام يلي تلت، وصولاً للتعديل ب 19 كانون الأول 2016 يلي نص على التجديد التلقائي للعقد بين مصرف لبنان وأسيفيس ب 17 آب 2025، ويلي حدد أيضاً إيجار شهري ب 37,525 يورو، أي بكلفة سنوية بتتخطى 450 ألف يورو، يعني أكثر من نص مليون دولار. والأهم أنه تجديد العقد بين مصرف لبنان وأسيفيس تم بموافقة المجلس المركزي بمصرف لبنان ب 24 حزيران 2016. مثل ما شفنا شباب وصبايا، يعني بالروبورتاج في فضيحة كتير كبيرة بموضوع أجار الشقة وكيف برمت من شركة لشركة. بدنا نشوف مع المشاهدين شيما انرسم عمليا، مش نحن اشتغلنا عليه، اشتغلوا عليه أكيد يلي عم يشتغلوا على الدعاوى بفرنسا، ولكن عن جد كتير كبير وكتير خطير. ببداية هيدي الحلقة عمليا بتبلش بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. بالشمال مثل ما عم نشوف عنا رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، هو بيمتلك شركة ستوكويل بلوكسمبورغ، وطبعا هيدي الشركة رح يكون لها ارتباط. خلينا ننتقل على شركة بات، شركة بات يلي بتملكها شركة بروسيديا يلي بيديرها شخص اسمه جابرييل جان. جابرييل جان هو كمان بيدير ستوكويل. ليش عم نفوت بكل هيدي الشغلة؟ لأنه جابرييل جان عمليا بروبريتير ببيت او مساهم بشركه بيت يلي رح تودينا على شركه زال وانا كوساكوفا. انا كوساكوفا يلي حسب الصحافه الفرنسيه هي صديقه رياض سلامه ووالده بنته اليزابيث سلامه، هي عمليا مساهمه بشركه بيت. للمفارقه مساهمه وهي بتديرها، لانه شركه بيت تم نقلها بأيار 2021 من لوكسمبورغ إلى فرنسا.
هيدي المساهمة تمت بشركة بيت ب 200,000 يورو ولكن نقدي، لأنه وين مصدرها؟ هيدا العقد يلي أنا أخذ الملاحظات عليه بيذكر أبورتي أون نوميرير، يعني نقداً، وكل مساهمة نقدية بأي شركة نقدياً لازم يكون في تصريح عن مصدر هيدي الأموال. صحيح. من وين مصدر هيدي الأموال؟ ما حدا بيعرف. هل هو رجا سلامي؟ هل هي أنا كوساكوفا؟ كمان ما حدا بيعرف، ولكن المهم أن أموال نقدية منا تحويل من مصرف. تاني شغلة مثل ما قلنا مفروض تكون مصرح عنا. المبلغ بسنة 2007 يعني عند تأسيس الشركة سيرتيفيكادو بلوكاج تبعه هو صادر عن HSBC Private Bank، إذا بتتذكروا هذا الاسم يلي ورد معنا. مطرح موجود حسابات رجا سلامة 100% تبع فوري، هذا يلي بودينا أنه ممكن يكون تبع رجا سلامة تحديدا، وهذا بودينا أنه ممكن يكون الحساب يلي أخذ منه مبلغ 200,000 يورو. ما منعرف حتى إذا متفتش مين المساهم يمكن يطلع الشعب اللبناني مساهم حقاً لأنه هذه أموال. بس إذا بدنا نتابع سريعاً كمان بالشيمة مثل ما كنا عم نقول، أنا كوساكوفا يلي هي مساهمة ببيت يلي انتقلت إلى فرنسا، بيت بتساهم فيها كمان إليزابيث بنته لسلامة، ولكن هي مساهم، المستثمرة هي والدتها كونها قاصر. بنرجع، بيت تملك زيل، زيل تملك المبنى 66 حيث موجودة أو الشقة والمكاتب اللي استؤجرت من مصرف لبنان، أنه هي طوارئ لمصرف صحيح لبنان. ولكن مع مين ننعمل الكونترا للأجار بين مصرف لبنان وشركة أسيفيس، مش زيل، أسيفيس يلي كمان بتملكها أنا كوساكوفا. زيل مأجرة أسيفيس هيدي الشقق والمكاتب بمبلغ كبير، وأيضا هيدي الشركة أسيفيس أجرت مصرف لبنان. يعني عن جد عملية طويلة عريضة. هون بدنا ننتقل لعند أستاذ عزيز سليمان، رئيس تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية بلبنان. أستاذ عزيز سليمان، لنفوت معك بكل هيدي التفاصيل. التجمع يلي حضرتكم بتترأسوه، خلينا نقول شكل عصب الملاحقة يلي عم بتصير بفرنسا، وطبعا صارت بالتعاون مع جمعية شيربا. إذا فينا نتوقف عند تفاصيل هيدا التعاون وكيف بلشت هيدي الدعوة. أول شيء بتشكرك وبلغك تحياتنا وتحيات كل اللي عم نتعاون نحن وياهم هون، ومنشجع المبادرات هيدي لأنه لازم توصل الحقيقة للشعب اللبناني، لأنه المجتهدين لحتى يستغلوا هالأرضية صاروا الحمد لله نشكر الله كتار. نحن انطلقنا من بشكل فينا نقول عاطفي، وبس كنا كتير عقلانيين يعني ولا متسرعين. اتصلنا بشيربا لأنه شيربا هي منظمة فرنسية بس عالمية ومحمية بالقانون الفرنسي والقانون الدولي. نعم. نحن حتى ما نشتغل بشكل فردي اتفقنا مجموعة وأسسنا جمعية وصرنا نتصل ببعضنا وشكلنا بشكل غير مقصود مثل شبه تكتل كتير كونفيدنسيال كتير مغلق يعني حتى بين بعضنا، وقررنا انه نحن ثورتنا او خدمه بلدنا وشعبنا وخدمه نفسنا كمان لانه كلنا متضررين ما في لنا الا القانون. ف الاستاذ بوردون محامي بوردون ضليع بهالامور وسبق كمان اشتغلوا على عده ملفات تتعلق بشخصيات سياسية كبيرة من رؤساء جمهورية من ضمن نظام أنظمة، وأخذوا أحكام عليها وتنفذت الأحكام. فبالطريقة السليمة اتبعت دراسوا القوانين بلبنان، القوانين هون، وتبين أنه الملاحقة رياض سلامة، الأستاذ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، في عدة عوامل صارت، تبييض أموال، برمة أموال،
شركات ورا شركه تتاسس تغطي شركه وبعتقد الملف وارد. هلا نحن بما انه بوضع قانوني ومحاكم ما فينا نسرب كثير معلومات وما فينا نحكي كثير لانه بالعرف القانوني هون وحتى بالقانون يعني صرنا ادفيرسير اذا بدك مجموع رياض سلامي ومجموعته ونحن الرافعين الدعوه فما فينا نحكي كثير ممكن نضر اكثر ما نفيد بس بهمنا يعرف كل العالم تعرف انه نحن القضيه لانه عم يجينا كثير اتصالات وكثير بدهم يتدخلوا معنا بس كلهم عندهم اجندة سياسية عندهم اجندة خاصة كله عم نتفاداه والحمد لله الامور عم تمشي كثير منيح. هلا مش بس رياض سلامي، هلا رياض سلامي هو بقولوا بطل فيلم يعني حتى حضرة رئيس الوزارة كمان مرفق بالدعوة في كثير ملفات موجودة في كثير وثائق موجودة وكل المحكمة حتبينها بعدين. هلا عم بيتسرب معلومات ومبينة عندك ملفات أكيد وواضحة يعني فمثل ما عم بتقولي مثلا المصاري اللي حطوها لحتى أسسوا هذه الشركة باسم بنته الغير الشرعية نقدة ضلنا نحن المحكمة نثبت أنه عم بفوت نقدة بطيارته الخاصة على فرنسا آخر مرة وقفوه بمطار لبورجيه وكان حامل 90,000 وما عرف يعني تجاهل الموضوع وقال أنه نسيهم يعني إذا شخص بمستوى حاكم مصرف لبنان بينسى شو حاطط بالشنطة تبعيته في سين وجين هولي كمان يعني في مسؤولية يعني احنا اذا ننسى شيء بس هذا شيء بيثبت انه كان يفوت مبالغ نقديه اذا هي اخر مره رغم الاجراءات الماخوذه على تحرك بتعرفي انه عالميا ممنوع حدا يحمل نقده بالسفر اكثر من مبلغ 10,000 ايرو او دولار صحيح فهو لما بيحمل بمئات الالوف يعني كان يحمل قبل بالملايين يعني هيدا بيودينا استاذ عزيز انه ممكن يكون حاكم مصرف لبنان من خلال هيدي الاموال يلي عم بيدخلها عبر طائرته الخاصه ممكن يكون صار في هذه المساهمه النقديه احتمال ما عم نجزم هذا احتمال بس نحن متهمينه بالمحكمه بالملف اللي مقدمينه للمحكمه انه في كثير عمليات تبييض اموال فتبييض الاموال ما بيتم الا بالنقد صحيح وتبييض الاموال بعدين بيتخبى بتملك عقارات من ضمنها ما حكي عن مكتب او مركز طوارئ لمصرف لبنان هلا اخذ شقه للبنك بالشانزليزيه صحيح في كثير عقارات موجوده ما راح انا اسردها لانه موجوده بالمحكمه هلا اي واحد في يطلب رسميا من المحكمه بتعطيه بس انا شخصيا ما بحق لي اعطي معلومات اكيد اليوم بس لما سالته او يمكن كنتوا محركين خلف هيدا الموضوع ما تخمن مثلا قد ايه اجار هيدي الشقه شهريا لازم يندفع او قد ايه مفروض تكون كلفتها الشهريه لانه مبالغ خياليه يعني عم نحكي تقريبا عن نص مليون دولار سنويا اندفع اجار هيدي المكاتب طبيعي كله تقدر واجوا محققين وخبراء قدروا كل شيء ومثل ما عم تتفضلي حضرتك في المبالغ اللي عم يدفع مصرف لبنان اجار الشقه هيدي خياليه خياليه ولا استاذ عزيز مثل ما صرنا عم نسمع انه الحاكم المركزي بباريس عنده اكثر من عقار وعنده عدد كبير من العقارات هل صار في تخمين لهالعقارات قد ايه قيمتها هل صرنا نعرف تقريبيا قد ايه حجم ثروته وليش اليوم التركيز فقط على رياض سلامه هلا اذا طلع تقرير مره يعني المحكمه سربت معلومات يمكن جريده ليموند
وحكوا كيف اجوا عملوا برمه وجابوا خبره قدروا العقارات اللي عنده. ف طبيعي يعني مثلا منه مخبى بخل اسمه، وهو كمان اعترف بهالشيء وقال انه هيدا من استثماراتي الشخصيه، لانه لما كان يشتغل هون باوروبا ما بعرف اذا بفرنسا ولا بلندن انه كان شهريته بحدود 150,000، بس هو اشتغل كم سنه يعني. بس هالمبلغ اذا بدك تجي تقارنه بالانفستمنت اللي عمله بيطلع شيء بسيط يعني. فهالمبالغ جايه اكيد كله موجود بالملف وكله واضح يعني، ما عندنا شيء. هلا ما انتبهت على انه ليش رياض سلامه. رياض سلامه وحتى اللي موجودين، مش بس هو موجود بالدعوه، بس هو رياض سلامه بطل الفيلم. هلا في كثير مجموعه معه. المحامين هون اشتغلوا على الطريقه القانونيه اللي ممكن توصلنا لنتيجه. وانا هالسؤال كل يوم وكل واحد بيحكي معي بالموضوع بيسالني اياه، انه ليش رياض سلامه مش غيره؟ ليش يعني رياض سلامه هو نقطه انطلاق لنوصل للباقيين؟ ولا رياض سلامه بموقعه موظف كبير واهم موظف بالدوله اللبنانيه، أخطأ بممارسة عمله وارتكب أخطاء يعني خلت البلد يوصل للانهيار، فيحاكم بحكم وظيفته. وبيرجع رياض سلامة و يعني مش رح أقول كل الحكام، 99.99% من اللي تعاطوا بالشأن السياسي واستلموا مسؤوليات سياسيه بلبنان كلهم بيحملوا جنسيه فرنسويه، وكلهم اموالهم هربوها على فرنسا او على سويسرا وموجوده برا يعني، وكلها معروفه. اليوم نحن بعالم ما بقى في خبي حتى دولار او ايرو ببيته، كله معروف وكله مراقب، فكلهم معروفين واي لحظه بيحزوا لهم اياهم وبيشرحوا لهم اياهم مثل ما عملوا مع غيرهم. ما هن الا اداه قدام الأنظمة لحتى سرقوا البلد وعطوني إياهم. رياض سلامة كان هو عرب الشغلة كلها سوا هيدا، وكان في فلما ينطال رياض سلامة هيدي مافيا يعني أقوى من المافيا اللي كانت بإيطاليا، وبإرادة الشعب وبإرادة القضاء قدروا وقفوها ورجعت الامور تبعتها. وعندنا بلبنان اكيد رح بيصير بالنتيجه بهالشكل هذا، تسقط بسقوط المحاسب تبع هالمافيا. ولا فلما يسقط رياض سلامه او يكشف امور رياض سلامه مثل المسبحه، بس تقيم القرض الاساسيه تبعيتها بدهم يبينوا كلهم. السياسيين عندهم حصانه ما فيك ترفع عليهم دعوه، البنوك حسب القانون اللبناني للمصارف القوانين حتى لو بدك ترفع عليها دعوه ما فيك تخلص معها يعني. شو بالنتيجه هي هلا عم يعملوا حجوزات على فرنسا بون، طيب ما معه يدفع، شو بصير؟ بفلس. واذا فلس خربت الدنيا كلها يعني. بس هون بفرنسا الاموال كلها موجوده باوروبا وباسمهم الشخصي مش باسم مؤسساتهم، حتى المؤسسات اللي لهم لا لهم شخصيا ما لها علاقه بالمصارف ولا شيء يعني. فبتحجز لها اياها، بتاخذ لها املاكها، بتاخذ لها اموالها وبتدفع للعالم. عظيم. يديك رياض سلامه. رياض سلامه تفضلي. استاذ عزيز يعني هون فتت على نقطه كثير مهمه حضرتك، لما نحكي عن حجز املاك رياض سلامه عم نحكي عن احتمال انه القضاء الفرنسي يكون قادر يوصل لنتيجه، هل بفرنسا نحن امام ادعاء مثل ما صار باللوكسمبورغ، خصوصا انه في طلبات تعاون واجتماعات الايروجوست اللي هي كثير مهمه واساسيه باطار التعاون بين النيابات العامه الاوروبيه؟ اللوكسمبورغ بس لوضح لك شغله، انه كمان نحن وراها، نحن رافعين دعوه، نحن وشيربا اللي رافعين دعوه، وهي تكمله اذا بدك للدعوه اللي رافعينها بباريس، لانه الامور بتتوجب انه تنرفع هونيك. وبعد جاي دعاوى كثير على الطريق وكثير مؤسسات بلبنان حتى مؤسسات قضائيه رح تتلاحق بالقانون، بس كله جاي دوره مش هلا. كلها ملفات عم تتحضر وحتى البنوك نعم كمان الملفات جهزت.
بس نحن هلأ مركزين على هيدي لأنه الحكم صرنا على أبواب أنه تصدر الأحكام على أبواب الصيف أكيد طالع على الأحكام ورح تصير مفاجآت مفاجآت كتير كبيرة مش صغيرة يعني رح تفاجئ العالم. عم نحكي عن فرنسا نعم يمكن تسايب هي ولوكسمبورغ سوا بس ما في أكد لك بهالشي هذا. بس هيدا نحن عم نحكي صرنا بمطرح تاني يعني كنت قبل شوي عم تحكي عن ربما وجوه سياسية ومسؤولين الباب لألون رياض سلامة ونحن على أبواب انتخابات بأيار الجاية ويعني التزامن بين انتخابات وقرارات قضائية برا عم نحكي عن مشهد مختلف كليا صرنا أستاذ عزيز. يعني هذا الواقع سيدتي الكريمة هذا الواقع يعني بالنتيجة الحق برضو يحصل. هلا اجاني احد الاصدقاء وهو مقرب لحضره الحاكم رياض سلامه قال لي عاد يشكر فيه وزلمه نظيف وزلمه بريء وزلمه كذا. قلت له يا اخي صح معك حق بس مش انت اللي بتقرر اذا هو بريء وهو نظيف ومش انا اللي بقرر اذا هو عم بيعمل اعمال غير مشروعه واخذ مصاري وصار معه مليارات ومبين المليارات موجوده يعني. نحن رفاهم ما استعملنا طريق القانون ولا طريق المسبات ولا طريق كذا. بكره القانون اذا طلع بريء بيكون بسببنا بفضلنا نحن واذا طلع متهم وثبتت عليه التهمه كمان بنكون نحن ورا خلاص هالبلد لحتى العالم تسترجع مصرياتك. ما في حدا الا ما تعب حياته وراح يعني شو هيدا المقرب من رياض سلامه تواصل معكم باطار هيك الحديث تواصل او باطار تواصل لا تواصل معي على الصعيد الشخصي كثير تواصلوا معي وكثير يعني اعطونا نصايح وسمعونا يعني في ضغوط ما 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 انا ما اشياء حلوه كمان ما بس نحن مش هذا هدفنا انه مستقبل اولادنا يعيشوا كمان بامان ومش نشجع لانه اللي بيغمض عينيه عن السرقه بيكون هو مشارك بالسرقه واللي بيغمض عينيه على الجريمه بيكون مشارك بالجريمه. فاذا الكلمه لازم كلنا نشهد للحقيقه. الشعب اللبناني اليوم مخدر ما حدا عم ليه اللي مفروض يعني بلا ما نروح كثير بالحكي. واسامي كبيره رح تنطال فرنسويه ولبنانيه مش بس لبنانيه. ايه فراس عم بيقول لنا فكره كثير مهمه استاذ عزيز يعني الاسماء مش بس لبنانيه يبدو في كمان اسماء فرنسيه من ضمنها. يا سيدتي هلا انت بتعرفي وانت صحفيه يعني ما فيك تفصلي الموضوع اللبناني عن الموضوع الفرنسي. عظيم. ما فيك تفصلي بيناتهم ما تنسي انه من ايام الرئيس شيراك واذا مش من قبل كمان المساعدات اللي كانت تجي على لبنان. طيب الواحد لما بيجي بدينك مصاري او بيعطيك مصاري لتعمل الشغل فيها ما بيجي بيسالك وين رحت فيها وشو عملت شو النتيجه؟ طيب ما في روس كبيره هون فايته وقابضه ومشاركه كمان بفرنسا ما تعتلي هم يعني منهم احسن مننا يعني او نعم نفس الشيء يعني هي نفس المدرسه. طيب استاذ عزيز حضرتكم بالتجمع اللي عم تعملوه بكلفكم يعني حركه كبيره عم تعملوها وبدها تغطيه مصاريف كبيره، كيف عم تقدروا تغطوا هيدي المصاريف وكيف عم بيصير تعاون مع الجمعيات والحركات يلي عم تعنى بشؤون المودعين بلبنان؟ ليك هون بدي استغل الفرصه على الهواء واشكر لانه مثل ما بقول المثل بيت السبع ما بيخلى من العظام. في شباب لبناني في رجال لبنانية بيرفع الراس فيهم ومثل ما سبق وقلت لك انه عم نشتغل بشكل كثير يعني راح اقولها بالمشبرح مع طريقة المنظمة السرية عرفت لي كيف؟ نحن عم نشتغل في شباب عندهم الامكانيات وعم نمول حالنا بحالنا وعاملين اشتراك لكل واحد بحب يدخل معنا بالجمعية بيدفع الاشتراك فالاشتراك المحامي مكتب المحاماة
عم بيغطي مصاريفه الأساسية. بتعرفي لما بتعملي معاملة في رسومات ما تندفع، في عنده موظفين عم يشتغلوا على الملفات بيدفعوا أجرتهم، هالمصاريف اللي مجبورين ندفعها عم ندفعها، بعدين أتعاب المكاتب بس تخلص الدعوة في تفاهم بينه وبينه، في اتفاق بتنبر. بس بأكد لك شغلة إنه اللي عم يطلع علينا كثير حكي، ما علي شيء يطلع، وهذا شيء طبيعي يعني، اذا ما طلع حكي بتكون الامور منها طبيعيه. يجي حدا ينمر علينا او يعلم علينا او ياكد انه قبضنا عرض عليكم استاذ عزيز؟ هل عرض عليكم مبالغ ماليه او ضمن الضغوط حدا عرض عليكم رشاوى اذا فينا نسميها؟ انعرض بس الحمد لله نحن مجموعه، لا ما في سمي اسامي. اوكي. ما في، انا حتى انعرض علينا وعطونا نصائح وكل شيء، بس نشكر الله الحمد لله كل شيء منيح. استاذ عزيز سليمان، سيارتنا بنفسنا قوية الحمد لله. يعني بدنا نقول لكم الله يعطيكم العافية، بس قبل ما نختم مع حضرتك رح يمرق على الشاشة طبعا عنوان إيميل على جيميل للي بحب يكون عم ينتسب للجمعية ويتواصل معكم أكيد، ورح نقوله على الهواء cvpfcl@gmail.com. وكمان في موقع www.alert-lebanon.com للي بيحب او عنده معلومات وبيقدر كمان يتواصل حتى من دون ما يكون عم يذكر اسمه في ما يذكر اسمه. صحيح. وبعدين في شغله بدي اقول لك اياها، انه اليوم نحن سالت انه اذا ربحنا مرق السؤال وما كفينا، الدوله الفلمات بالتعاون بين شيربا ونحن ومكتب المحاماه مع الدولة الفرنسوية طلعنا قانون، طلع بعشرين تموز الماضي، بأي مصاري بتتحصل مش بس على قضيتنا نحن على لبنان يعني، حتى بأي بلد بالعالم من وراء هيك قصص بينحطوا بصندوق خاص البارتيكوليه الشخص العادي يعني، بيقبض مصرياته مباشرة بعد ما يتثبت انه عنده أموال، وأما الأموال الخاصة بالدولة بتنصرف من هالصندوق لمشاريع بحاجة لهالدولة، مثل لبنان مثلا في مشروع الكهرباء، في مشروع الزبالة، في مشروع كذا، هودي بينصرفوا بشكل مباشر تحت الشرط. يعني أي متضرر شو ما كان جنسيته، لبناني، فرنساوي، أمريكاني، سوري، شو ما كان يكون، متضرر خليجي، متضرر من المصارف بلبنان، في يدخل بالجمعية وبيطلع له بيقدر يحصل حقوقه، ما إلى علاقة إذا كان فرنسي ولا كان لبناني ولا كذا. فضروري كل لبناني يعرف أنه هيدي الدعوة المرفوعة بفرنسا وباللوكسمبورغ هيدي إذا نجحنا فيها، ورح ننجح أكيد، كل لبناني بيستفيد منها، كل متضرر بيستفيد منها. عظيم. شكرا لك رئيس تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية بلبنان الأستاذ عزيز سليمان على مشاركتك معنا. بنرجع على الاستوديو مع فراس طموس مؤسس جمعية أموالنا لنا صرخة المودعين. أهلا وسهلا فيك فراس. أهلا وسهلا فيك. يعني شفتك أنت عم تسمع أستاذ عزيز بكل تمعن، وبعرف أنه صار تواصل بينك وبينهم، لبل كنت يمكن بفرنسا واجتمعت معهم. أولا يعني كيف صار هيدا التعاون، خصوصا انه اليوم عم يسالوا بلبنان معقول بسنه 2022 عندنا جمعيه اسمها جمعيه تعنى بالمودعين؟ اول شيء خليني افسر لك شوي شو صار بفرنسا وكيف وصلنا لبعض انا واستاذ عزيز. عزيز نشيط جدا، ووقتها بتكوني بفرنسا على علاقه ممتازه مع اغلبيه الاطراف بفرنسا واغلبيه الجاليه اللبنانيه بفرنسا. ف هو سوري يعني مثل ما بيقولوا نبشني وحكينا وصار في تواصل، له التواصل تقريبا شي 8 اشهر،
وتبادلنا معلومات نحن وياه، نحن ساعدناه بمعلومات من هون لانه كانوا عايزين، وهو ساعدنا بمعلومات من هونيك. هلا لسوء الحظ في بعض العالم جربت تستفيد من هالشغله، احد المحاميين لان طلب منه لعزيز انه اذا بتريد بدنا نمضي كونترا نحن وياك اذا شو بدنا نعرف شو لك وشو قلنا وشو لك، وهذا الشيء رفضناه. صرنا عم نتعاون معه نحن بطريقه ديركت. هلا الادفانتج اللي صاير بفرنسا انه نحن اغلبيه السياسيين اللي عندنا بلبنان هن معهم جنسيه فرنسويه. ف شو هالصدفه؟ اي شو هالصدفه؟ وما في شك انه الدوله الفرنسويه مغذية الفساد اللبناني، مشان هيك السرية اللي عم يشتغل فيها استاذ عزيز والفريق اللي معه سرية لدرجة انه مثل متذكر كيف ايام زمان نحن هون عنا تتطلع بالحيطان اذا عم تتسمع عليك. وهذا الشغل مزبوط لانه بعده بالادارة الفرنسية يعني روح الفساد القديم من ايام جاك شيراك واللي قبله جاك شيراك، يعني باري 1 باري 2 اللي هن اعطونا المساعدات لنقول له انت بارونتيز السياسه الماليه والنقديه اللي رسمت 100% اللي كنتوا عم تحكوا عنها، اعطونا المصيبه، اعطونا هيدا. فهو ارواحهم موجودين، يعني كيف اليوم في عنا بالبلد مثلا طرف بده يحسن بالبلد بس الدوله العميقه ما بدها تحسن، هونيك بفرنسا كمان ذات الشيء. والقاضي اللي عم بنسقه مع هونيك يعني بفتكر بنت عمة ل نفس العبارة استعملت بحلقتين حكم الانهيار. لا لأنه عرفت شو عملت، يعني وقت توقف رياض سلامة كان ناسي معه 70,000 يورو، يعني ناسيهم مش عارف انه عم نحكي تحديدا عن تقريبا 100,000 يورو. يعني هلا ما بقى رح نرجع نفوت بتفاصيل هيدا المدام غير سيجار، بس 100,000 يورو ناسيهم لانه ناسيهم. نحن بهيدي الازمه اللبناني اذا 5000 ليره ناسيها بصير عم فتش عليها لانه عن جد هو بحاجه لها، فكيف هو ناسي 100,000 يعني مهم. دولار. فجد في جديه كبيره، واللي ما قاله عزيز انه من هلا لاول الصيفيه في روس كبير كتير، إن كان بفرنسا إن كان بانكرز بفرنسا إن كان سياسيين بفرنسا إن كان سياسيين لبنانيين إن كان أصدقاء رياض سلام إن كان أكتر ما بتتخيل. يعني أكتر بكل ما بلد بتتخيل. في قاضي مثل قاضي غادعون، هو قاضي جريء يمكن مش هو غادة مش غادعون حتى أنا بكل صراحة الرئيسة غادة بكن لك الاحترام، بس في عندك تقريبا 5-6 قضاة هن الوحيدين عم بيشتغلوا بس من أصل 300، يعني 0 شيء يطلع يلي هن سلاح الشعب الوحيد لاسترداد اموالهم. وامالنا فيهم، يعني الرئيس عناني، الرئيس كارلا شواح، فيصل مكي، الرئيس غادة، اماني سلامي، بس بنعدوا على الاصبع على الايد الوحده. هلا يعني بيحفظوا الاسامي اللي عديتهم وببلش يعملوا المتركاج عليهم ان شاء الله. ان شاء الله بوجود المودعين. وهلا جوابا على سؤالك نانسي، كيف تأسست جمعية أموالنا لنا صرخة المودعين بال 2022؟ صار في أزمة، وهالأزمة لسوء الحظ أول فترة تبخرت، في مصريات مش موجودة، لأن هلا رح فسر لك كيف تتبخر لما في شيء بيتبخر. توصل ترانسفور بالفيزيك يعني. ففي مشكلة كانت إنه صرنا عم ننزل على البنوك مش عارفين شيء، ما حدا عارف وين المصريات. أنا بطبعي والشبيب اللي معي، يعني أنا أكيد مني لحالي، أنا شخص من مجموعة وهالمجموعة كلها عم تشتغل، كلنا مثل العسكر ما حدا على راسه ريشة مثل ما بقوله، وعم نشتغل بجدية. وأسسنا جمعية لأنه مش لناخد صور ونروح نزور المسؤولين وننزل على مجلس النواب أبدا، لنقدر نفهم انه شو عم بيصير يا بنوك، لان في تصرفات اعتباطيه، في تصرفات بمحل انتهازيه، يعني انه كل بنك هو يقرر انت بتاخذ دولار انت بتاخذ لبنان، استنسابيا انت بحق لك تعمل هيك، انت حولت بعد 17 تشرين، يعني صرت اذا بدك تروح فوتي على البنك بدك تفتحي كتالوج لتعرفي شو فيك وشو ما فيك تعمليه بحسابك، وهيدي الشيء المشكله. ف قررنا نعمل حملة توعية نوعا ما للمودع اللبناني يعرف حقوقه. بعد اليوم المودع اللبناني مفكر انه اللي عم بيعملوا البنك معه حق فيه، او اذا كل ما يطلع شيء من قبل البنك بيقتنع، يعني بيقتنع ليه؟ لانه طريقتهم
بالإقناع المودع وعم بيهددوه بلقمة عيشه، وعم بيهددوه للموظف عم بيهددوه بلقمة عيشه اللي هو قالبا وقلبا معنا اللي هو موظف البنك بعضهم، والمودع عم بيهددوه بجنى عمره يعني. بس المودع ما عنده حل تاني غير انه يرضخ لهالتعميم يعني. شو الحلول اللي عنده؟ كثير حلول، عنده حل مثل ما انا عملت. شو عملت دراس خبرنا؟ انا اسست الجمعيه وعم وقفنا يعني لليوم نحن كجمعيه اموالنا لنا صرخه المودع يعني. بلشنا اول شيء لحددنا شو اللي صاير، لان اول فتره كنا ننزل نزلنا على حاكم مصرف لبنان بسبتمبر 2020 انه خبرنا شو صاير. شو كان جوابه حاكم مصرف لبنان؟ يعني كنت بدي افتش لك على شغله بس بعدك انه رح اوصل لك اياها، لان ما لحقت افتش لك عليها. مهم لانه يومتها هيدي الزياره تصورت وتلفزت، كان ما تصورت فيديو. الحاكم يومتها عم بفسر لنا انه انا باي ذا واي وتقدم معه للحاكم تعشقيه يعني، لان شخص كثير لطيف. لا 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 لا، شخص كثير لطيف، شخص بيسمع ما تلبست له شعرات قدامه بضلوا هو السيجار وكاس الويسكي معه. مهم بالمكتب بعد الظهر عادي. اه حلوه الصوره، عايش غير حلوه الصوره بس لابد. يعني نحن انت عم بتحطنا عن حدا مؤتمن على كل هيدي المسؤوليه بعد الظهر بيشرب كاس. اوكي بده ينام اصابعه عم بيعد اللي العالم يمكن مش قادر يكون شوي حتى ما نضيع الموضوع. فرحنا قعدنا عنده واستقبلنا، وانه هو الازمه صارت وراه، وكان بوقتها في تعميم انه اعاده رسمه للبنوكي طالب منهم يعيدوا الرسمه اللي ب 3% ويجيبوا رساميل من برا ليكملوا، والا بكره بتشوفوا شو رح اعمل فيهم. بمارس 2021 كان اعطيهم 6 اشهر او 4 اشهر ليشتغلوا. مثل كل شيء بصير وقتها ما قدروا يرسموا، بعضهم قدروا يرسموا بعضهم ما قدروا يرسموا. وقتها صار انه باع بنك عوده فرعه بمصر وقبضوا دولارز، قبضوا دولارز ولا مودع من بنك عوده ما سالوا له تقلك هالألف دولار اليوم لان احنا بعنا فرعنا. ضلوا يعطوا العالم. هون السؤال بانه وين راحوا المصريات. بس الاهم انه وقت خلص ووصلت الفترة الزمنية اللي عطيهم إياها مصرف لبنان، لأن مصرف لبنان بناء لقانون 2 على 7 بعطيك القانون سوري نسيته 2 على 67 إنه ما في مصرف بلبنان بأفلس من بعد أزمة بنك إنترا. ما يعني؟ بحط إيده المصرف المركزي عليه وبيعيد بيرجع بيعيد هيكلته، وحتى المودعين بيكون لهم حصة بأنه يشتركوا بمجلس الإدارة فيه. وهذا الشيء اللي عم بيصير هلأ بمصرف مثلا فرنسا بانك، عم بخوفوا العالم أنه مودعين فرنسا بانك بدري شو صار فيهم اللي عم نشوفه من أكثر كم يوم يعني القرار يلي بتخذ أنه اليوم أوكي فرنسا بانك شو أخذ المودعين تبعوله أسرة يعني إذا تسكر بالشمع الأحمر هناك البكاء وصرير الأسنان. بس هذا القرار ما بينعكس على مودعين فرنسا بنك يعني. اليوم المودعين اللي حاطين مصرياتهم إذا سكر البنك شو بيعملوا؟ أو اللي مواطنين معاشاتهم في راس يعني بدنا نكون أمام واقع تهديد إنه ما رح يقبضوا معاشاتهم. منا هاي بس هني ما بيحاولوا على طول انه يقلبوا سؤال بدي اجيب بس تعقيبا يعني انه كانه تقليب هالمودعين على الجهات اللي عم بتحاول هي اللي عم بجربوا يعملوا. بدي اسالك سؤال، من جمعة طلع قرار من بريطانيا 6 مليون دولار يدفع الجبال، دفعون ولا لا؟ دفعون للمودع، مودع ارمني ابنه لسيز باروش. مهم دفعون ليه؟ لان صادر عن قضاء اجنبي. ليه اليوم القضاء اللبناني وكل ما يصدر عنه شيء بدنا نقول ايه ما بقى رحنا رح ندفع اموال العسكر، ايه نحن ما بقى نحن اذا بتضلك تهاجم علينا يا رئيس غدا عون بده يفلس القطاع المصرفي، ايه نحن اذا بعت مدري شو نحن منسكر بوابنا ومنفل. طب ليه وقت القضاء مع انه بتعرف الدعوه اليوم قد ايه متى؟ الدعوه اللي صارت من كم يوم بتعرف قد ايه متى؟ الزلمه عياد اللي هو معنا بالجمعيه، عياد 31 ألف دولار مصرياته ومرته كمان مجموعهم 82 ألف. يعني لا تقارن بال 6 مليون. لا تقارن بال 6 مليون. فهون السؤال اللي بينسأل إنه ليه إدارة فرنسا بانك، هون سؤال كبير لأن يعني نحن وقت نقدم دعوة بدنا نشوف الطرف الثاني أو الخصم شو اللي عم بفكره. يعني اليوم لا يقبل يتسكر وما يعطوه مصرياته للزلمة، مع العلم عياد
من الأشخاص اللي عينوا مع فرنسا بانك عياد كان عنده خيو بعده لهلا عنده كانسر بمصر. عياد هو من جنسية المصرية ومرته مدامته لبنانية، فخيو بده يحول مصاري لخيو، نزل وعم بيقول لهم بده يحول مصاري وعمل مشكل معهم لأنه مصري، جربوا يتشاطروا عليه ونحن بالجمعية جربنا نساعده. هل فينا نعتبر انه نحن عنا صار في نوع من الاحباط لدى المودع من القضاء، من او هن عم بيحاولوا يعملوا هيدا الاحباط خصوصي من القضاء اللبناني؟ لانه شفنا مثل ما هلا كنت عم بتقول انه القضاء الاجنبي تنفذ قراره. نحن بمعركه اسيا، بتعرفي ليه؟ لان معركه ضد المال، يعني قادرين يشتروا السياسه، قادرين يشتروا القضاء او القضاة. كنتوا عم تحكوا عن اللونز للقاضي اللي معاشه مدري قد ايه عم بياخد مليارات، قادرين يشتروا الاعلام، الاعلان قادرين يشتروا كل شيء، قادرين يمكن يوما ما يشتروا المحاميه، شاريين منظومه يعني باكملها، شاريين منظومه باكملها. بس هالجمعيات المودعين اللي كلهم عم يشتغلوا، يعني ما فينا مثل ما بقولهم نقول انه جمعيه عم تشتغل احسن من غيرها، الحمد لله كلهم عم يشتغلوا لدرجه جرينا النقابات هلا انه يبلشوا يشتغلوا بجديه على هالموضوع. ونقابه المحامين اللي عملت لجنه الدفاع عن المودعين واللي عم يشتغلوا كمان وعلى تنسيق يومي انا وياهم، نحن وياهم كلنا. فهلأ بلشوا يعني هالشغل اللي اشتغلوا جمعيات المودعين بهالسنتين لفاقوا هلأ النقابات، كانوا مفكرين انه نحن نقابة المهندسين مأمنين مصرياتنا، اخر شيء طلعنا انه كلنا اكلين الضرب. يعني فراس باللي تبقالنا من الوقت اليوم لما نحكي عن انكم جريتوا هذه النقابات، يمكن تأخرنا سنتين، بس شو يلي صار، شو يلي تغير عمليا؟ نحن عم نشهد مرحلة تحول كتير كبيرة، اذا عم نحكي عن بداية تغيير بفرنسا، انتم عم تتعاونوا مع جمعيات كمان عم تشتغل مع القضاء الاوروبي، شو المنتظر من القضاء اللبناني كمان طول ما في عرقله بعدها وعم بتصير تحديدا من النيابه العامه التمييزيه؟ اليوم القضاء الفرنسي وقت يتحرك والقضاء البلجيكي يتحرك ولوكسمبورغ كمان في ادعاء، رح ينجبر القضاء اللبناني وهيدا المدعي عام التمييز بده يوصل لمحل انه ما بقى شو بقى يعني بكل الكره الارضيه الزلمه متهم وبلبنان بريء، يعني في شيء مش مزبوط. يعني هلا مدعي عام التمييز وضع حاله بموضع شبهه يعني امام القضاء الاوروبي تحديدا، خصوصا لما منع القاضي جان تانوس يحضر اجتماع روجست مثلا ثاني واحد. في استنسابيات، في مش بس القاضي جان تانوس، في كم قاضي كمان مخليهم يروحوا ونقل ملفات هلا هو عنده تصوره يمكن مدعي عام التمييز، بس نحن فتنا بمحل نحن ومدعي عام التمييز، وكنا عم نجرب بمرحله وقتها كنا مدعيين نحن على رياض سلامه، وقتها ما اظهره التحقيق مكتف لان كانت الدعوه مش مكتف، ما اظهره التحقيق وبعد ما تعهد كذا مره انه يسلم الداتا للقضاء وما سلمها، تحولت القصه عند مكتف لانه نحن بدنا نعرف كنا كيف تحولت هالأموال لبرا. فيومتها كان في مثل ما بتتذكروا يعني القاضية إذا منكشين شعراتها ولا إذا حطها ميك اب ولا إذا خلعت الباب ولا إذا هيدا، ما حدا حكي بالكونتنت إنه هيدي القاضية طلعت لتجيب داتا من محل مفروض تجيبها. صاروا يضيعون، بس انتبه وين صار. اللي صار هونيك كمان هلا عم بيصير، اللي هو إنه وقت طلع القرار الظني تبع القاضي وقت ادعت النيابه العامه بجبل لبنان، ما حدا سمع فيها على التلفزيون. وقت بفتكر نانسي انت كنت عم تشتغلي على هيك ريبورتاج وهلكنا لاشتغلنا لنفرجي انه غادعون، لان العالم بطل في ثقه بالقاضي بالقضاء انه شو عملت غادعون. لاخر شيء في ادعت النيابه العامه ونص الشعب اللبناني ما بيعرف انه ادعت لان تعتم عليها. بناء على تقرير اخذ اشهر فراس شغله، لانه يعني تفكيك الشفره شغلة منا هينة. بدي أتشكر مشاركتك معنا في راس طنوس الليلة، على أمل أكيد نكون عم نتابع معك كل الخطوات بين لبنان وفرنسا. نحن نرجع بعد البريك كمان لنكون مع ملف الملاحقات الداخلية وأيضا الإخبارات يلي مقدمة بحق حاكم مصرف لبنان. كلكم عارفين أنه الدين تبع لبنان كتير كبير،
وانه نسبه للجي دي بي او البي اي بي تبع البلد هو الاعلى بالعالم. المبادره اللي عم بدعي لها، مني انا رجل اقتصاد ولا شغلتي، ولكن بقرا، وانا عم بقرا وقعت على شغله نوسيون كتير مهمه يلي هي الديون الجائره. التعريف للنظريه هي اول شيء ديون اعطيت لنظام لا يتمتع بالشرعية الشعبية أو نظام خاضع لسلطة احتلال أو استعمار، عدم وجود تدقيق مالي دوري وشفافية في تباين طرق صرف هذه الأموال. 3. علم الدول والمؤسسات المانحة، الدول والمؤسسات كمان، يعني حتى لو دين تجاه بنوك أو تجاه دين داخلي تجاه مؤسسات، إذا هن مش عارفين يعني بتوع عارفين انه في فساد وانه ما في شفافيه ودينوا، في مسؤوليه تترتب عليهم. سمعنا لموقف، هيدا الموقف للفنان والمنتج ميشيل إليفتريادس بتاريخ 8/1/2007 عم يحكي فيها عن مبادره اطلقها يوما تحت عنوان لن ندفع الديون الجائرة. هيدي النظرية يلي عدد من الدول يمكن مشي فيها، البعض فشل البعض نجح. خلينا نستوضح أكثر من ميشيل إليفتريادس عن هيدا الموضوع. مساء الخير ميشيل. ألو ميشيل، ب 8/1/2007 كنت أول من تحدث بلبنان عن نظرية الديون الجائرة وأطلقت حملة لن ندفع الديون الجائرة. هل هيدي النظرية لا تزال تسري اليوم على الواقع والوضع اللبناني الراهن؟ هلا وصلنا، يعني انا كنت عم اقول ما ندفع وقتها وكان بعد عندنا مصريات، يعني هلا وصلنا لانه حتى لو كان بدنا ندفع ما بقى فينا ندفع، ما بقى في المصاري. الفكره وقتها كانت انه انا اعتبرت انه المسؤولين عن الدين بالبلد هي الدوله اللي كانت وقتها الحكومات اللي كانوا بالتسعينات، ويلي قبلوا يدينوه المصاري، لانه في مسؤوليه على المصارف اللبنانيه يلي بتعمل ديو ديليجنس، يعني بتروح بتنبش على اللي بده يدين من عندها قرشين، بيروحوا بشوفوا شو المشروع تبعه واصله وفصله واذا بيقدر يردهم اذا سولفابل، يعني بيعملوا ديو ديليجنس طويله عريضه على مشروع بيكون فيه كم الف دولار بيعطوه للواحد. بدهم يقنعونا هن انه بالتسعينات ما كانوا عارفين انه هيدي دوله مهرية وانه هيدي سلطة سياسية عم تسرق البلد، وانه متواطئة مع احتلالات، وانه عاملة تنصيبات، يعني بيكفي المصاري اللي عطيوهم اياها يشوفوا انه ما كان عم ينعمل فيها شيء، فكان لازم يوقفوا، ولكن كانوا هم متواطئين معهم. وحتى اذا بدي روح لانه اعتبر انه ما كانوا عارفين، طيب هن ما سالوا حالهم انه ليه الدولة اللبنانية عم تتدين منهم بفوائد خيالية وقت اللي كان فيها تروح تاخذ ب 10% ب 15% من اللي هن عم ياخذوه من دول برا؟ كل هذا كانوا تيغطوا على الدوله لانه مشاركين، يعني قابرينه سوا. فانا من 2007 قلت نحن كشعب نحن براءة من هالدين اللي تركب علينا. المسؤولين هن المصارف والبنك المركزي والناس اللي كانوا بالحكومات من التسعين لحديد 2005. معهم ميشيل، عمليا اليوم الدين كمان كان من دول او مؤسسات خارجيه، كمان هي ما كانت بتعرف انه هيدي الدوله هالقد عندها مشاكل وهالقد عجز، ويمكن شبه دوله فاشله تما نقول انها فاشله، واستمرت بتدينها لاهداف ما حدا بيعرف شو هي، ما بيتحملوا مسؤوليه كمان المجتمع الدولي؟ كل واحد دين بيتحمل مسؤوليه، وكل واحد تدين على اسمنا وما صرفهم علينا بيتحمل مسؤولية. نحن براءة من هالموضوع، وهيدي قصة الديون الجائرة في كتير دول طبقتها بالعالم. وأنا وقتها شفت بلبنان وقتها حاربوني وقامت أيامي بالمصارف وسكروا لي حساباتي. صحيح. رحت شفت وين تطبق ووصلتها للإكوادور عند الرئيس رافائيل كوريا يلي استعملها فوق فوق يعني بالإكوادور على الخارطة فوق. ولغي مليارات من الديون. دونك هيدي التيوري منها انه هيك تطبق شغله تخيلتها او انه تهيأ لي او انه ما بتطبق. هلا كثير بيعتموا عليها للتيوري
لانه في كثير محلات بتطبق وبتضر كثير الغرب وبتضر الاي ام اف والبنك الدولي يلي بيستفيدوا. يعني هدول المنظمات بالنهايه البلد يلي مقفلس بفوتوا على الاصول تبعه وبيشتروه بالرخص. يعني من زمان كان في الاستعمار كان يكون بوجود عسكر وبوجود احتلال البلاد. هلا الاستعمار عم بيكون استعمار اقتصادي، يعني بخلوا بعض البلاد تقفلس وبس البلد يقفلس بفوتوا بيشتروه بالرخيص. مش هل يعني برايك انت هيدا الدين العام يلي استمر على مدى 30 سنه هو تاسس بوقتها كرمال يوصلوا لمطرح يقطفوا شيء اكبر من هيك؟ يعني اليوم عم نشوف الانفجار الاقتصادي عم بيترافق مع ملفات كثير دسمه من ترسيم الحدود لتوطين لتجنيس، هل هيدا مترافق مع بعضه ومرسوم من وقتها؟ اكيد. يعني الدول ليك الشركات الصغيره اوقات بتخطط على المية تيرم واللون تيرم على 5 سنين على 10 سنين 15 سنة. عم تحكي شركات صغيرة. الدول الكبيرة يلي بيكون في داسكس، يعني انت بتروح على وزارة الخارجية بأمريكا على Department of State بتشوف انه في داسك اوف لبنان، داسك اوف إيراك، داسك اوف جوردن، انه هدول عالم كل واحد عنده شهادات وبيبقوا قاعدين 30 و40 و50 واحد وثينك تانكس وعم يشتغلوا. هدول بخططوا على 30 وعلى 40 سنة انه كيف بهذا البلد تقدر تركعه، كيف هالبلد تقدر تجبره بقصص ما بيقبل فيها حاليا. يعني ما اخذوا بالحرب بياخذوه بالاقتصاد. اذا افلس بيضطر، يعني اللي بيفلس بيصير يبيع كل شيء باقي عنده، بيبيع سيادته، بيبيع كرامته، بيبيع، عم بحكي عادة يعني. ولكن في بعض الشعوب اوعى من غيرها، اوقات حتى لو افلسوها بتضل عاصيه عليهم. يعني اللي انعمل مثلا بتفكر مثلا بالشعب الفلسطيني صاروا بيجربوا يخلون يجبرون ببعض القصص اكثر من 70 سنه، ولكن بعضهم لحديت هلا بيخلق جيل ورا جيل وبتضل الانتفاضه وبتضل القضيه تبعهم الموجوده فيهم. يعني في شعوب بامريكا اللاتينيه كمان، في شعوب وقفت بوجه امريكا، اللي يعني فكر بكوبا مثلا قديه صار لهم واقفين بوجه الامريكان بالرغم من العقوبات ومن بالرغم من الحصار، ولكن الكوبيين بعضهم صامدين. مشان نحن اليوم على وشك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كيف تشوف هالاتفاق وخصوصي انه الاشخاص او في بعض الاشخاص يلي عم يعملوا خطه هالتعافي او عم يتفاوضوا مع صندوق النقد الدولي هن كانوا كمان، يعني كيف بده يكون شخص وقعنا بالانهيار هو يوصلنا لحال؟ وانت عم بتحذر من موضوع صندوق النقد؟ يعني انا وقت بشوف اداء الصندوق الدولي عالميا عالم ما برتاح له للصندوق الدولي، ولكن لسوء الحظ في قسم كبير من شعبنا منه واعي. يعني في بعض من شعبنا بيتضامن مع الجلاد ضد الضحيه، في بعض العالم بعد حيث هلا ما فهمت شو صار. يعني في عالم بتيجي بتحكيهم، يعني انا من هيك قاعد برا وريح حالي من الشريعه، لانه في اوقات بتلاقي ناس عندها شهادات وواعيين ولكن تعرضوا لكم من غسل الدماغ بوسائل الاعلام، نكب مصاري لدرجه لتشويه رجالات من لبنان واشخاص ضحوا للبنان واشتغلوا مضبوط، وبالمقابل بعض العالم يلي هن سبب بالانهيار وسبب بالخراب يلي نحن فيه مخيدينهم، والبعض منهم عادي يعني ماشيين مع الزوقه اللي بتقوص وبتسب مثل كانه هن ما لهم خصه بالموضوع وهن اساس البلا. ميشيل اخر سؤال ما بقى رح نطول عليك، اليوم نحن امام واقع الناس كلها ناطرة ملاحقات برا بحق رياض سلامة، ملاحقات بالداخل بحق حاكم مصرف لبنان كمان، هل نحن أمام تبدل على هذا المستوى يمكن يودينا لتبدل بكامل الصورة، ما بعرف مع حلم استرداد أموال تهربت لبرا، أو لا اللبنانية لازم ينسوا ويعتبروا أنه هذا الشيء من سابع المستحيلات يصير؟ لا أنا يعني الإفلاس في عنده قوانين وفي المحاكم تبع الإفلاس، والمصارف اللبنانيه ما فيها مثل ما هي هلا منا معلن افلاسها، ولكن اذا بدها تروح على الافلاس او اذا صار مشاكل اصحاب المصارف منهم ما بيقدروا يزمطوا بالقصص. يعني كل حدا كان صاحب مصرف او كان على مجلس اداره مصرف وشارك بالخراب يلي نحن وصلنا له، اذا طاروا مصريات العالم هذا الشخص بيتلاحق بممتلكاته بلبنان
وخارج وخارج لبنان. يلي عم نشهده برا على مش محبة بالشعب اللبناني، مثلا بنقول على ريري سلامي يلي عم بيصير عليه مش محبة فينا، ولكن أوقات لما بيعملوا نصب كبيرة أو وقت تكون عنده أداة، وقت بتخلص الخبرية بتخلصوا من الأداة. يعني بفتكر أنه أدى دوره المطلوب على كذا سنة، وهلا بيصير نوع من شاهد تقيل للناس يلي ركبوا الفيلم بقى بمحل. أوقات وقت بتخلص المسرحية الممثلين بيبعتون على البيت. خلصت المسرحية يعني؟ يعني ايه اللي بدهم يوصلوا له ووصلوا له، يعني افلسوا البلد وخربوا الدنيا. يعني ايه وصلت على المخطط يلي انرسم، وصل لمطرح ما هن بدهم يوصلوا له. هلا هون هل الشعب اللبناني عنده الوعي الكافي انه يضلوا صامد ويضلوا واقف وما يعطيهم للي وصلونا لهون يلي بدهم اياه؟ هون السؤال اذا راح يكونوا يعني بالانتخابات بفتكر راح بتبين. صحيح. ان شاء الله نتامل انه يكونوا واعيين. ان شاء الله ميشيل، نحن كمان بنتامل معك وبنتشكر مداخلتك معنا الليله. شكرا. مشاهدينا الحلقه الثانيه من حاكم الانهيار بتخلص. شفنا بهالحلقتين كيف صار الانهيار، وين راحوا مصريات الناس، كيف اختلسوهم، كيف استعملوهم بتبييض الاموال، على امل انه نقدر نوصل لنتيجه بهالملف. بنوعدكم انه ساعة الحقيقة رح تضل مكفاية، ما في ملفات رح توقف بوجنا.